appear. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. تخيل نفسك كده نمت وصحيت من النوم لقيت كل مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت، وتعطلت لمدة شهر. طب احنا عرفنا منين؟ أكيد مش من مواقع التواصل الاجتماعي لأن هي متعطلة، عرفنا من شاشات التلفزيون اللي هو احنا بقى نشتغل شوية نرجع تاني مفيش غيرنا، ونقول لكم ان مواقع التواصل الاجتماعي حصل فيها عطل في العالم كله مش عندنا بس، ولمده شهر. ايه ممكن يحصل؟ اعتقد ان هو يعني من الاحسن لينا ان ده يحصل، ان هي تتعطل. طالما احنا مش قادرين نسيطر على نفسنا يا رب تتعطل. لينا احنا ك يعني اعلام، لا خالص، إعلام احنا مرئي، لا لينا احنا كناس كاشخاص كبني ادمين، لانه في ناس كتير قوي شغلهم بيعتمد على الانتاجيه اللي بالتالي بيماركتوا ليها عن طريق السوشيال ميديا. ناس كتير قوي البيزنس بتاعها او شغلها قايم على السوشيال ميديا، توزيعهم في البلاد قايم على السوشيال ميديا، فاعتقد انه لا مش هتبقى مفيده غير لينا احنا بس، خلينا نبقى متفقين. لكن في الحقيقه هتبقى مفيده كمان، عارف لمين؟ للناس اللي عندها ادمان شويه للموبايل. ده كان قصدي، كلنا يعني في الحقيقه اللي هو كلنا بنمسك الموبايل لا ارادي، نفتح الفيسبوك، نفتح الانستجرام او تويتر اللي هو دلوقتي اكس. يمكن جالي وقت كده مسحت كل الابلكيشنز دي من على موبايلي، بقيت امسك الموبايل واشوف هفتح ايه، بقت حركه لا اراديه انت بتعملها. فاعتقد ان عملت كده فعلا؟ اه والله بجد. طب كملي التجربه وبعدين رجعت لقيت نفسي بفتح ما بلاقيش، يعني بجد كم ساعة؟ لا يومين مثلا، يومين من غير وسائل التواصل الاجتماعي نهائي. بس ما قدرتش. بس هقولك على حاجه دلوقتي، مثلا بقالي فتره فصلة شوية، يعني بقالي فترة ما بشوفش حاجات على السوشيال ميديا. يمكن أنا كمان يومي بقى شوية زحمة، فما بقاش عندي وقت أن أنا أشوف ولا نزل حاجة على السوشيال ميديا. فأعتقد أنه ساعتها هنبتدي نفكر في البدائل، بقى هنبتدي نعمل إيه ساعتها، هنبتدي نسحم يومنا بطريقة مختلفة. لو أنت فعلا بقالك فترة مثلا بتكلم صحابك عن طريق الواتساب، هتبتدي تكلمهم مكالمة على التليفون ويلا ننزل بقى نتقابل، بدل ما احنا بنفضل نقول من أيام رمضان 2008 يلا ننزل نفطر مع بعض لغاية النهاردة ما حصلش نتغدى حتى. فهتبتدي تعمل ده بشكل بيرسونال، يعني هتبتدي تقابل الناس بشكل شخصي، هتكلم الناس اللي انت بقالك كتير ما كلمتهمش، هتفكر في طرق بديله لو انت شغلك معتمد بشكل اساسي على السوشيال ميديا او على الماركتنج بتاعك معتمد على السوشيال ميديا، هتفكر في بدائل مختلفه. واكيد ساعتها البشريه هتطلع حاجه مختلفه في الشهر ده بالذات، لو قعدنا شهر بحاله هنفكر بالظبط وهيطلع لنا بدائل مختلفة. في نفس الوقت هنعمل حاجة الديتوكس اللي يمكن كنا بنتكلم عليها في الحلقة اللي فاتت أنا وإنت مع بعض يا شاذلي، الديتوكس اللطيف الصحي اللي احنا دايما محتاجينه عشان نفصل عن الانترنت. زمان يمكن لو كان حد سألنا السؤال ده كنا بنبقى بالنسبة لنا ايه ده، لا احنا مش معتمدين قوي على الانترنت، عادي ممكن يقطعوه، عادي ممكن يقطعوا السوشيال ميديا. ده كان زمان، لكن النهاردة النهارده لا ما نقدرش فعلا. عارف كمان من الحاجات اللي هتضرنا احنا كاعلاميين ايه؟ دايما لما بيبقى في موضوع لازم نتكلم عنه لازم ندخل نشوف الاراء المختلفه اللي اتكلمت عن الموضوع ده والتاريخ قال ايه عن الموضوع ده، فبندخل على الانترنت نشوفه، فلو الانترنت وقع هنرجع تاني للمكتبات بقى. لا احنا عايزين نفصل بس ما بين حاجه وحاجه. جوجل قولي. موجود يا جماعه، لا اي حد عايز يعمل سيرش على اي حاجه ده موجود. بتكلم على سؤال الحلقه، بقول لو مواقع التواصل مواقع التواصل خلينا متفقين. يعني هي احنا مشكلتنا كلها في ايه؟ في ان احنا
قاعدين بنسكرول يعني قاعدين بنتصفح كده وعمالين نعدي الصفحه وندخل على الفيديو اللي بعديه ونسيب الفيديو ده وندخل على اللي بعديه حتى لو ما كانش نفس المحتوى اللي في اهتماماتنا. يعني في ناس مثلا اهتماماتها بتحب المزيكا فبتسمع مزيكا بس، لا دلوقتي انت قاعد بتتفرج على الريلز الفيديوهات اللي هي القصيره دي، فانت الفيديو بيبعت اللي بعده على طول ومدتها دقيقه دقيقه ونص، وده اعتقد انه من الذكاء من مواقع التواصل الاجتماعي ان هي تتعامل بالطريقه دي، حط لك فيديوهات سريعه ورا بعضها، فانت طول ما انت قاعد عمال تالف الفيديوهات فيديو يبعت الثاني يبعت الثالث وكلهم محتواهم مختلف عن بعض، ومع ذلك انت قاعد بتتفرج على ده وعلى ده وعلى ده لحد ما تنام وانت ماسك الموبايل. ليه اضرار كتيره جدا عليك طبعا بكل تاكيد، عينك وانت طافي النور وعينك يعني باصص في قلب الشاشه ومنوره في وشك وماسك ايدك واعصاب الايد والفقرات ليه تاثير كبير جدا ماسكه الموبايل علينا، خصوصا لما نكون قاعدين بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بس انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الناس اللي بتسوق، ودي حاجه تانية، الناس اللي واخده وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجاتها للتسويق لشغلها، دي قصه تانية، دي اكيد يعني دي اكيد ناس طبعا هيتاثروا. لكن انا بتكلم عن الناس اللي قاعده بتسوشيالايز، يعني قاعده بتتسلى وهي قاعده، او حتى مش لمجرد ان هو ما بياخدش منه معلومه بالمناسبه، يعني لا ده قاعد بيتصفح بس، يعني ايده عماله تعمل كده، ايده اتعودنا يعمل كده، بيمسك الموبايل على طول، بيدخل من الانستجرام يطلع منه يروح داخل على فيسبوك، يطلع منه يروح داخل على تويتر، فهو عمال يقلب في المواقع. وللاسف انت ما تقدرش تعمل يعني ما تقدرش تسيطر على حاجه زي دي. يعني كتير بقعد اقول لنفسي انا مش هضيع وقت، انا لازم اشوف طريقه انتج بيها حتى لو هقعد بيها على الموبايل. غصب عنك انت فعلا زي ما انت حتى غصب عنك انت بتلاقي نفسك انت دخلت فعلا من ريل لريل من ابلكيشن للتاني. ليه بقى؟ انا عايز افهم ليه. عشان هو هقول لك الذكاء الاصطناعي ده بقى الفرق، ان مواقع التواصل زمان كانت شويه ممله شويه، دلوقتي انت الذكاء الاصطناعي لو انت في فيديو عجبك انت هتلاقي كم هائل من الفيديوهات اللي شكل الفيديو ده اللي برضه هتعجبك، فانت بالتالي هتفضل فتره كبيره قوي تتفرج وقاعد على الموبايل. لكن عاجبني كمان ان دلوقتي وسائل التواصل ابتدت تبعت لك مسجات انه او الموبايل نفسه انك مثلا الشهر ده او الاسبوع ده استهلكت 6 ساعات في الاسبوع على وسائل التواصل او على الموبايل، فبقى الموضوع انت صح سواء البطاريه بتاعت التليفون او حتى الانترنت بيقول لك انت استهلكت كذا بطاريه على موقع الفيسبوك. بالظبط. طبعا دي حاجه كويسه، بس برضو في النهايه احنا يعني بعد ما عرفت انا استهلكت قد ايه، استفدت ايه في النهايه، او وتصرفت ازاي، عملت ايه، ما فيش حاجه. هي بس انت قالت نقطه مهمه، هي البديل، ان يكون عندك بديل لما تسيب مواقع التواصل الاجتماعي، لان احنا متعودين ان انت كل شويه تمسك التليفون عشان تشوف مين عمل لك تعليق على الصوره، مين عمل لك لايك على الصوره بتاعتك، مين اتكلم معاك عشان تدخل ترد عليه، في حين ان كل الكلام ده محصلته ملوش اي 30 لازمه. اقعد في اخر اليوم كده تخيل نفسك ما دخلتش على مواقع التواصل الاجتماعي، خسرت ايه؟ ما خسرتش اي حاجه. لو هنتكلم على اخبار في صفحات لحاجات رسميه، مؤسسات رسميه او كده، ما هي موجوده على المواقع الاخباريه، يعني ليها البديل بتاعها، اقصد تقدر ان انت تتواصل او تعرف من خلال الاخبار من خلال المواقع الرسميه بتاعت اي مكان. لكن احنا تعودنا على السوشيال ميديا. شاز دي جربت قبل كده تمسح كل الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا وانك كلها؟ يعني لا وكلها لا، وانا جديد على انستغرام ما بقاليش شهور، يعني فعلا؟ مثلا 7-8 شهور بالكتير قوي. أوكي. ما كملتش سنه على انستغرام يعني. انا على الفيسبوك من زمان بقى بصراحه، يعني انا من الجيل القديم بتاع الفيسبوك من 2008 2009 مش مؤسسين قوي، 2008 2009 تقريبا حاجه كده. فانا على الفيسبوك من زمان، بس برضو يعني بعمل ايه بقى، انا بمسح الابلكيشن، مش بعمل دي اكتيفيت، بمسح الابلكيشن خالص من على التليفون واستنى يوم يومين. واكتر مده قعدت فيها من غير فيسبوك كانت شهر. احساسك كان ايه؟ انا كنت مبسوط جدا. أوكي. بس بالمناسبه ما كنتش قاعد من غير فيسبوك خالص، يعني اقصد ما كنتش بشارك، لا كنت بكتب تعليق ولا كنت بعمل لايك ولا كنت بحط بوست ولا اي حاجه من الحاجات دي. وخرجت من الاكونت، يعني عملت لوج اوت، قعدت مثلا اسبوع 10 ايام عامل لوج اوت، ولما بدات ادخل على استحياء، يعني مش كل شويه كده داخل، لا لا لا، يعني ابص بصه وارجع اعمل تاني لوج اوت. ده ديتوكس. عملت الكلام ده لمده شهر بس برضو ما قدرتش ان انا اكمل. من فتره قريبه مش بعيده مسحت الابلكيشن من عندي من على التليفون، بس ده تاني يوم على طول نزلته لاحتياج مثلا حاجه خاصه بالشغل، يعني هعمل حاجه خاصه بالشغل، فده اللي اضطرني. فانا مش عارف برضو يعني هل انا حاطط دي قدامي ان هي حاجه خاصه بالشغل عشان ادخل. على كل حال ده سؤالنا اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، اللي هي لو تعطلت اللي هي تعطلت اكيد مش هجاوب على السؤال. لو مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت لمده شهر ايه اللي هيحصل؟
جاوبونا، هنستعرض إجابات حضراتكم في خلال حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بتصبح عليكم. لو مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت في العالم كله لمدة شهر، إيه ممكن يحصل؟ ايه ممكن يحصل يا دينا؟ صباح الخير يا شادي، صباح الخير يا بسنت، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. بص انا متفقه جدا مع بسنت ان هي زي ما ليها مزايا هي ليها عيوب، لكن انا مريت بموقف زي ده. مريت بموقف زي ده، وانا كنت صعب جدا انا استغنى عن السوشيال ميديا، وفجاه حصل لي موقف وانا بره مصر وتليفوني باظ 15 يوم. انا ده مش بمزاجك؟ لا لا مش بمزاجي، كان غصب عني. بس خرجت من التجربه دي ان انا ما بقتش زي الاول، يعني بقيت عرفت. يعني اول يومين ثلاثه كنت متضايقه، ايه ده فين يعني، وصلنا كانت بعد مناسبه كبيره قوي ليا بالنسبه لي، فانا عايزه اتابع بقى اخباري ايه على السوشيال ميديا والناس كاتبين لي ايه او حد بعت لي حاجه، فكانت صعبه بالنسبه لي قوي. طب قررتيها بمزاجك بقى؟ لا طبعا، ده السؤال. لا طبعا ما قررتهاش بمزاجي، بس عودتني ان انا اكون مقله شويه في السوشيال ميديا، لان انا كنت فعلا مش هقول مدمنه قوي بشكل كبير، بس كنت مهتمه قوي بالسوشيال ميديا. كان ممكن افضل طول يعني وقت من التاني زي ما بنقول كده في سكرول على طول، لازم بوستات تنزل، لازم صور تنزل، في حاجات كتير قوي لقيت نفسي ان انا ممكن بكون بضيع وقت وطاقه ليا من غير فايده. لكن على الجانب التاني لا، السوشيال ميديا فادتنا في حاجات كتير، فادتنا كلنا، خدتنا دايما على تواصل مستمر مع ناس احنا بعاد عنهم، ممكن مش قادرين نشوفهم نوصلهم في بلاد تانية، خلتنا بنقدر نعمل ماركتنج، ساعدت ستات كتير قوي انها تعمل صفحات على السوشيال ميديا وتبيع منتجاتها وهي قاعده في بيتها، بتساعدها على انها يكون ليها دخل خاص بيها. فلو هنتكلم عن مزاياها، لا هي مزاياها كتير جدا قد عيوبها، بس المهم ان احنا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. ما رجعتش بنفس الصوره، طبعا قررت ان انا مش هكون مره تانيه كده مدمنه سوشيال ميديا، لكن هقول حاجه تانيه، ان في ناس بتبقى عندها نوع من انواع ان عايزه تعيش في العالم الافتراضي عشان العالم اللي حواليها هو مش مريحها، فممكن تكون بتلجأ لده بصوره او باخرى علشان تقدر تعوض حاجه ناقصها. فلازم نخلي بالنا كمان من اولادنا ان هم ما يكونوش بشكل مستمر على السوشيال ميديا، خاصه طبعا ان احنا في وقت الصيف دلوقتي، نراعي ان احنا يكون عندهم وقتهم طول اليوم مشغول في حاجات تانية، في تدريبات، في حاجات مفيده ليهم، غير طبعا ان هم لازم برضو يكونوا على تواصل مع كل الناس اللي حواليهم، ونعودهم ان احنا هناخد من كل حاجه الحلو منه ونبتعد عن السيء منه. خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة مرية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل. هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة، وان الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية متقطعة، ده من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية. بالنسبة لكوبري أكتوبر متجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي برضو فيه كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة أحمال للسيارات. كذلك الأمر متجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة. ظهرت كمان كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران، ده وصولا إلى الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي برضو أن هناك في كثافات، ده بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين كمان لحد كوبري الروضة، هناك برضو في بعض الكثافات. أما نفق الأزهر اللي في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وبتظهر كثافات مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة، ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي القادم من معادي لمناطق الجيزة، كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة، وبيشهد شارع الهرم كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو المهندسين بيفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور.
ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. لكن محور 26 يوليو ففي سيولة للقادم من أكتوبر، ده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر متجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو بيسلك الطريق السياحي. لكن القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. في بعض الكثافات أعلى دائري مريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي ده حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي ده قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من معتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، ده لمنع ظهور زحام مروري لمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كما انتظمت كمان حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض ده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. لكن القادم من طريق شبهرة بنها الحر ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصار هيختصر ليه وقت طويل. أما طريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيه كثافات بسيطة. ومكملين معاكم جولتنا وهنروح بورسعيد. هنلاقي سيولة مرية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي بيشهد كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من طبعا جولتنا المرورية خلونا كده نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، في نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، كمان بتظهر السحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ده بيساعد على تلطيف الأجواء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. هنبتدي مع حضراتكم بالاخبار اللي معانا واللي ابرزها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح اطلع فيه على مجمل مشروعات وانشطه صندوق مصر السيادي واللي بيهدف لزياده حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، وده من خلال التركيز على القطاعات ذات الاولويه لنمو الاقتصاد الوطني. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض في اجتماع عقده امبارح بمقر الحكومه بمدينه العلمين الجديده عدد من المقترحات الخاصة بالنهوض بنشاط تصدير العقار. كمان تابع التيسيرات والمحفزات اللي بتتقدم للمصريين في الخارج في مختلف القطاعات. تفاصيل أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي اللي بيهدف لزيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني.
ووجه سيادته باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة. وجه سيادته بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة عدد من مقترحات النهوض بالنشاط التصديري تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذلك مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض أو التمويل العقاري أو غير ذلك من المبادرات اللي بيدعمها البنك وبتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين في الخارج. أما بالنسبة لآخر أخبار المحافظات، ففي دمياط تم الانتهاء من تشغيل عدد من الأسواق الحضرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة. في محافظة المنوفية كمان تم تركيب وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا. كمان امبارح في الشرقية تم تنظيم معرض ملابس مجاني لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية، وفي بني سويف تم تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام ل 230 درجة. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في دمياط تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد خلال الشهر الجاري، وتم إنشاء 8 أسواق بإجمالي 223 باكية. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تنفيذ إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزي أشمون وتلة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ووفقاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني. في أسيوط أكدت المحافظة تنفيذ أعمال تركيب الأنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروت لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين وإطفاء المظهر الجمالي على المنطقة، وده وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين. في الشرقية شهدت المحافظة تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرية أكوا مركز ديرب نجم لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى أكوا وكفر الباشا وفرغان وكراديس وشمبارة منقلة بمركز ديرب نجم. وجاء تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم. في الإسكندرية أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية أن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي مستمرة، وبلغت حتى الآن المشاركة 250 محل متنوع النشاط، وتعمل المديرية على تيسير استخراج تصاريح للمحل المشاركة. في بني سويف اعتمدت المحافظة تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 ل 230 درجة للعام الدراسي 2023-2024، وده حرصاً على تخفيف العبء عن أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم. في الأليوبية أعلنت مدينة شبين القناطر أنه تم البدء في تشغيل 6 مجمعات خدمية للمواطنين، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتواجد المجمعات الخدمية اللي تم بدء العمل بها في قرى كفر شبين وطحنوب ومنشأة الكرام والمريج وطحوريا والأحراز.
في جامعة المنيا تم الإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونياً للمدن الجامعية بالجامعة للطلاب من 15 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل للطلاب القدامى، ومن 25 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل للطلاب الجدد. وأكدت الجامعة أن التقديم للسكن بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني فقط. في بورسعيد أعلنت المحافظة بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وبتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحي جديدة. لو مواقع التواصل الاجتماعي تعطلت لمدة شهر هتعمل إيه وهيحصل إيه؟ ده سؤالنا اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا المختلفة. خلونا نشوف إجابات حضراتكم كانت إيه، ونبتدي بأستاذ أحمد الجهري اللي بيقول أولا لو تعطلت مواقع التواصل الاجتماعي ما كنتش عرفت أجاوب على السؤال ده، وجهة نظر. تاني حاجة، هيكون العطل ليه مزايا وعيوب. المزايا في ناس شغلها مرتبط بمواقع التواصل، وكمان لو حد عنده مناسبة بينشرها عن طريق مواقع التواصل هتوصل لأكبر عدد ممكن في وقت أقل. العيوب بقى أن الناس شغلها مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي شغلها هيتعطل زي ما اتكلمنا يمكن في الأول حقيقي يعني. إسلام أحمد بيقول صباح الفل عليكم وعلى أسرة البرنامج، والله يكون أفضل شيء ويتلم شمل العيلة من تاني، والأبناء والأباء يقضوا وقت مع بعض وأصحابهم كمان الواقعيين أكتر، وهيخلي أن الناس تستخدم التكنولوجيا صح وأنهم يبحثوا ويكتشفوا من على طريقهم، ونرجع الأيام الحلوة بتاعت زمان. وشكرا. عنده حق طبعا، الناس هتبتدي تشوف الانترنت بطريقة مختلفة عامة. أستاذ محمود العربي بيقول هيبقى في تغيير كبير لأن مواقع التواصل الاجتماعي تعودنا عليها لفترة طويلة، فأكيد هنتأثر بشكل كبير خصوصا الناس اللي شغلها على السوشيال ميديا. بتفق معك تماما. مصطفى حبيلة بيقول هنرجع نقعد نتكلم مع بعض تاني ونسمع بعض أكتر زي زمان، ودي أهم حاجة حقيقي. أستاذ سعيد باور بوب بيقول روقان 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 صباحكم سكر. أيوه هو ده الكلام، روقان روقان. هشام بيقول سنعود إلى التواصل الحقيقي ولم شمل الأسرة بعد أن تفرق شملها بما يسمى التواصل الاجتماعي. هنرتاح نفسيا من حاجات كتيرة جدا، وهنبطل نشوف أي حاجة ممكن تزعجنا. أعتقد دي من الحاجات برضو يا بسنت، كتر التعرض للأخبار السلبية والقصص اللي فيها مشاكل كتيرة والحاجات اللي بتدعو للتشاؤم، أعتقد بتأثر سلبيا علينا، بتأثر نفسيا علينا. الفيسبوك كان في فترة كده فيها دايما كل ما تدخل عليه إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان الموضوع. لا هقولك على حاجة، دي بالمناسبة بتحصل إمتى؟ بتحصل لما مثلا أنت بتعلقي دايما على زي ما كنا بنتكلم في الأول، دايما بتعلقي مثلا لما حد بيكتب إن في حالة وفاة فأنت بتعلقي عليها كده، فبيبقى بيرسلك الأخبار دي. لا طبعا بيرسلك الاخبار دي في الاول لما تصحي من النوم كده تلاقي الاخبار دي كلها مرصوصه على بعضها، فده بيحصل يعني. لكن في النهايه كتر التعرض للاخبار السلبيه على مواقع التواصل الاجتماعي تاثير كبير جدا علينا. على كل دي كانت مجموعه من الاجابات اللي جات لنا على سؤالنا، في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم. لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي حلقات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، كمان في نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وكمان في بتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ده هيساعد على تلطيف الأجواء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. امبارح بالليل يعني كل الناس كانت بتتكلم ان الجو بقاله كذا يوم حلو جدا، انا جربت فعلا اقعد في الهواء الطلق كده زي ما بنقول، كان في نسمه صيف حلوه كان واحد قاعد على البحر في القاهره. فهل تحسن الاحوال الجويه ده هيكون مستمر معانا كذا يوم؟
بالفعل الحمد لله في استمرار للتحسن في الاحوال الجويه على اغلب انحاء الجمهوريه اليوم وعلى مدار الايام المقبله، يمكن حتى مطلع الاسبوع اللي جاي، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان بياثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، بنلاحظها اكثر فتره الصباح بتحجب جزء من اشعه الشمس وتساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير، والمنخفض الجوي كمان بيساعد على انخفاض درجات الحراره. مستمرين ان درجات الحراره اقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهره الكبرى فتره الظهيره او فتره في الظل بتكون 33 درجه مئويه، ممكن نحسها تبقى 35 36 درجه مئويه نتيجه وجود نسب رطوبه، لكن بصفه عامه هي الاجواء متاثره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه عن موجات ارتفاع في درجات الحراره اللي بنشوفها اللي احنا شفناها خلال الاسابيع الماضيه. عشان كده نقدر نوصف الطقس فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره طقس حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده فترات النهار. فترات الليل بقى بالفعل مع غياب اشعه الشمس يحصل انخفاض في درجات الحراره، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. كمان مع فترات المساء ساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية، سرعاته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة، ده بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي بيلطف الأجواء بشكل كبير، ونسمات الهواء الصيفية اللطيفة بنحس بيها فترات الليل وساعات المساء بشكل كبير. كمان طبعا متوقع استمرار تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى بالظبط، والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. ننوه كمان على فرص الامطار اللي موجوده معانا في جنوب سيناء عند دهب وطابه والمناطق الموجوده في سانت كاترين، في فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على فترات متقطعه من اليوم، لكن مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ناكد تاني ان متوسط درجات الحراره خلال هذا الاسبوع عظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 و32 درجه مئويه، فتحسن كبير في درجات الحراره، وده في كافه المحافظات مش في محافظه واحده بس. صحيح. طب اخيرا حاله البحار كمان علشان الناس اللي بتقضي الصيف على السواحل الشماليه او سواحل البحر الابيض المتوسط. هو طبعا على مسطح البحر الاحمر او مسطح البحر المتوسط حصل اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، فده بدوره ادى لاعتدال الملاحه البحريه على البحرين الاحمر المتوسط، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بس نخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر، لان احنا دايما بنقول ان داخل عمق البحر المتوسط او البحر الاحمر بيبقى فيه ارتفاع امواج عن الشط، فنخلي بالنا لكن نقدر نستمتع بالاجواء بشكل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والناس كلها بتشكرك على الاخبار الساره ان الجو مستمر معانا كام يوم كده معتدل في نسمه الصيف الحلوه. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بعيد الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا من القاهره العظمى 33، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 33 25، الاسكندريه 30 24، العالمين الجديده 31 24، مطروح 30 23، دمياط 30-24، بورسعيد 31-25، إسماعيلية 34-23، السويس 33-24، العريش 31-24، كاترين 33-16، طابة 36-25، حلايب 35-29، شلاتين 38-28، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 37-29، الفيوم 34-24، بني سويف 34-24، الوادي الجديد 39-26، أسيوط 35-23، سوهاج 36-24، قنا 38-26، الأقصر 39-27، وأخيرا أسوان 41-27. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة وخلال الأيام اللي جاية. الجو معتدل ونسمة الصيف الحلوة اللي احنا مستمتعين كلنا بيها هنستمتع بيها تقريبا لآخر الأسبوع. هرجع مرة تانية لشازلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. طمني كدينا والله. دلوقتي هنروح نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واهم المباريات اللي هتتلعب في ختام الجوله الاولى من الدوري الانجليزي وكمان الدوري الاسباني.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وكمان هيتم إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية. النهاردة تنطلق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023-2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وهيتم افتتاح الخطة بتنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة، وهي دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Processing Mapping اللي بيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيستفيد منها 25 متدرب من مديري إدارات التحول الرقمي. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة الأولى من عمر المسابقة، هيلتقي فيها مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون في تمام العاشرة ليلاً. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع مباراتين في ختام الجولة الأولى من عمر المسابقة، هيلتقي قادش مع ألافيس في تمام الساعة 8، وفي العاشرة والنصف بالليل هيلتقي أتلتيكو مدريد مع غرناطة. خلونا نروح لموضوع تاني دلوقتي، وهو دايما بنحب نتابع اللي بيعملوه طلبة مصر في الجامعات وفي الكليات المختلفة. ولو نتكلم على فريق كلية هندسة المنيا، فاز بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية. المنافسة دي اشتملت على 665 مشروع بحثي بمشاركة 60 طالب من 60 جامعة مصرية مختلفة. صحيح، عدد كبير من الطلاب فعلا مشاركين، وزي ما انت ذكرتي 665 مشروع بحثي، ده عدد كبير جدا. ازاي قدروا ان هم يفوزوا؟ كل تفصيل دي هنعرفها من الدكتور الصادق نور الدين، المشرف على مشروعات طلاب هندسة المنيا اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور صباح الخير عليك، والف الف مبروك. صباح الخير على حضرتك يا فندم، الله يبارك في حضرتك، شاكر جدا للتواصل حضرتك. يا اهلا بيك. عايزين نعرف في البدايه ونتعرف اكتر على هذه الابحاث اللي احنا حصدنا بيها المراكز الاول والثالث. طيب، هو حضرتك في البدايه بالنسبه لطلاب التخرج او بالنسبه للمشروعات التخرج بالنسبه للطلاب، بنراعي فيها في المقام الاول تعزيز القدرة على البحث العلمي وتطوير المهارات بالنسبة للطلاب مشروع التخرج، وإن يكون مشروع التخرج بيخدم الرؤية المستقبلية لرؤية مصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع. عندنا عدة مشروعات اللي كانت للتخرج، من ضمن المشروعات دي هو المشروع تدوير نفايات الألمونيوم بالتقنية من الجيل الرابع، ودي كانت من ضمن المشروعات اللي بتخدم فعلا البيئه في التخلص من نفايات الالومنيوم وتحويلها الى كتل يمكن الاستخدام او استخدامها في تنفيذ بعض الشغلات من الالومنيوم. زي ايه يا فندم؟ يعني تحويلها لايه؟ يعني ايه حاجات؟ هي بتتحول الى سبائك، ومن السبائك دي حضرتك تقدر تستخدمها في عمليه التصنيع مباشر في اي منتجات الومنيوم، او بتدخل في إليمنتس صغيرة بالنسبة لبعض الأجهزة المعملية أو المختبرية أو بعض الكومبوننتس في الأجهزة الإلكترونية. طب الطلبة طلبة الهندسة كانت يعني تخصصهم إيه؟ هندسة إيه؟ الطلبة اللي عندنا هو عبارة عن برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية. ميكاترونكس. طيب إيه الجديد في هذا البحث يا فندم؟ يعني حضرتك عارف إن دايما زي ما بنقول كده إن العلم يبنى عليه. أكيد في أبحاث كتيرة قبل كده اتكلمت في نفس الموضوع ده أو متخصصة في نفس الموضوع، إيه الجديد اللي قدمه هذا البحث؟ بالضبط حضرتك، هو بالتأكيد طبعًا مشروع تخلص البيئة أو تخليص البيئة من نفايات الألمونيوم مشروعات يمكن متكررة، ولكن الجديد في المشروع بتاع الطلاب بتوع برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية واستخدام تقنية حديثة، والتقنية الحديثة هي عبارة عن تقنية الجيل الرابع، وتقنية الجيل الرابع هي بتحول إلى عملية التحول الرقمي في التكنولوجيا أو التحول الرقمي في التكنولوجيا أو اللي هي ما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية اللي هي عبارة عن الأوتوميشن في أعلى مستويات بالنسبة للطلاب، وكيفية تطبيق التقنية دي على المشروع بالشكل ده بيمكنهم من كيفية تطبيق التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا. طب دكتور، احنا شايفين بقالنا فترة الطلبة المصريين عندهم شغف كبير قوي بعمليات البحث بشكل عام والتطوير، وطبعا غير الريسايكلينج والحاجات دي كلها، طلبة هندسة قايمين بشغل عالي وكبير قوي، ازاي نقدر ان احنا نستغل الابحاث والافكار دي على ارض الواقع للاستفادة
منها في حياتنا الواقعية، خليني أقول، وترجمة الأبحاث دي على أرض الواقع، واستخدام خليني أقول الطاقات البشرية دي اللي عندهم بشكل كبير. يعني الطلبة بقالنا فترة بنشوف سواء في الروبوتكس أو الميكاترونكس أو في عمليات تطوير كتير بيعملوها، إزاي نقدر نستغل طاقتهم البشرية والشغف اللي عندهم في عمليات البحث فإن إحنا نحقق ده على أرض الواقع؟ والله زي ما قلت حضرتك ان في كتير من الشباب موهوبين وعندهم القدره العاليه على التطوير وعلى الابداع وعلى الابتكار، فاعتقد ان من احد المجالات الاخرى اللي احنا نقدر نستغل الطلاب في تنفيذ رؤيتهم او مهاراتهم او خبرات بالنسبه للطلاب دي في تشريع فكرهم وبناء شراكات ناشئه ممكن، وكمان تطوير شكل رياده الاعمال في من منظور الشراكات الناشئه، اللي يقدر الطالب يقول ان انا اقدر بعد التخرج عندي الاقي ان انا اقدر اعمل الشركه الخاصه بي، او زي ما بنسميها في صوره رياده اعمال للافكار الناشئه دي او الشراكات الناشئه. كل الشكر طبعا للطلبه اللي شاركوا في هذه الابحاث، وكمان بنشكر حضرتك الدكتور الصادق نور الدين المشرف على مشروعات طلاب هندسه المنيا، شكرا جزيلا يا فندم. خلينا نروح ليعني حد تاني حقق نجاح كبير قوي، والمره دي هنروح للبطله فايزه محمود لاعبه منتخب تنس الطاوله البارالمبي، نموذج رياضي متالق، قدرت انها تثبت موهبتها وقدرتها على التميز والتالق رغم المنافسات الصعبه دوليا. بطله منتخب مصر في الحقيقه فازت بميداليه ذهبيه في بطوله السعوديه الدوليه لتنس الطاوله البارالمبي بعد ما تغلبت على منافستها لاعبه نيجيريا في نهائي البطوله. طبعا بكل تأكيد بطلة مصرية تستحق ان احنا نسلط الضوء عليها ونتكلم عنها ونعرف الناس المجهود اللي بذلته. معانا على التليفون البطلة فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبي عشان نتعرف منها بقى على تفاصيل رحلتها الرياضية وتفوقها. صباح الخير عليكي والف الف مبروك. صباح الفل. صباح اخبارك ايه؟ محمد صباح النور، الف الف مبروك طبعا في البداية. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت داخلة بقى المنافسة دي ومتوقعة انك تفوزي؟ الحقيقه المنافسه ديت كانت فيها حساسيه جامده جدا، لان كان فيها بطله نيجيريا اللي هي احنا بنلعب نهائي افريقيا دايما مع بعض. دايما. فكان الماتش فيه سخونه شويه، بس الحمد لله. يعني دايما انت بتقابليها في البطوله الافريقيه؟ لا، نيجيريا بس. البطله ديت ما كانت ما شفتهاش قبل كده، لان انا الايفنت ده بلعبه جديد. انما كبلد تقصدي؟ كبلد. انا قابلت زميلتها، لكن هي كانت اول مره اقابلها، وهي كانت اذناني الشوط الاول، كنت لسه بستكشف المباراه وكده، بس الحمد لله يعني فضل من الله كبير يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب انت جهزت نفسك ازاي للبطوله دي؟ والله احنا قعدنا في المعسكر حوالي يعني اسبوع او 10 ايام. فكان ما كانش عندنا وقت لان كان فتره قليله جدا، فكنت بقى يعني كلنا كنا بنسرق الزمن في التدريبات، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوصل لمستوى كويس او مقبول لحد ما، يعني لان احنا نقدر ندخل بيه البطوله الحمد لله. يعني كانت النتائج مرضيه جدا بالنسبه لي انا كمان وزمايلي زميلاتي الحمد لله. يعني فايزه، انا اعرف انه او انا بحب العب تنس الطاوله، وعارفه ان هي من هي بتحب بس ما بتعرفش تلعب. لا بعرف. تعالي عندنا واحنا نخليكي تحبي وتعرفي. حبيبتي شكرا. من ألذ اللعب اللي ممكن تلعبيها، ايه اللي خليكي تختاري اللعبه دي بالتحديد في الاول، وازاي تألقتي قوي كده فيها؟ يعني دايما عشان تعملي حاجه كويسه قوي في لعبه زي دي لازم تبقي من الاول خالص حباها. ابتديتي في سن كام وايه اللي حببك فيها؟ طبعا هو تنس الطاوله لعبه صعبه جدا، من اصعب الالعاب اللي الناس تفوش، لانها لعبه سريعه جدا، لعب فيها شغل دماغ قوي، لعبه بدنيه عاليه جدا، لان احنا ملعبنا صغير ورد الفعل سريع، فلازم يكون احنا عندنا قوه بدنيه وطبعا قوه ذهنيه عاليه قوي. على فكره وقوه ذهنيه لازم فعلا يبقى عندك خطه معينه عشان تبقي فاهمه اللي قدامك بيلعب ازاي، وعشان تلعبي على التاتش كمان. طبعا خطه بديله، لان الخطه اذا تم معرفتها على الطاوله او اذا تم التعامل معاها من المنافس لازم يكون في خطه بديله فورا. يعني احنا كمان الجيم صغير جدا، الجيم 11 بوينت، ف يعني كل حاجه فيها اتخاذ قرار سريع جدا.
بس طبعا انا بحبها قوي اللعبه ديت من وانا صغيره، وبديتها للاسف كان السن كبير شويه، انا بديتها وانا بعد الجامعه. بس ما شاء الله يعني بادئه كبيره، بس ما شاء الله متالقه، وبنبارك لك مره ثانيه وبنتمنى لك كل التوفيق كمان في اللي جاي. البطله فايزه محمود لاعبه منتخب تنس الطاوله الباراليمبي، شكرا جزيلا لك. وهستناكي اكيد تلعبيني او تعلميني في الحقيقه. عارف يمكن كمان يا شاذلي ده من الحاجات اللي ممكن نوصلها شويه بلو مواقع التواصل الاجتماعي وقفت، انه الناس هتبتدي تنتج، هتبتدي تبدع، هتبتدي تعمل كويس قوي في شغلها او في رياضتها. يعني انا ما اعتقدش ان فايزه بتقضي وقت كبير على السوشيال ميديا، مستحيل. يعني اكيد هي بتقضي وقت كبير قوي في التمرين عشان البديل ده بالزبط. اللي كنا بنتكلم عنه بقى ان في البديل موجود بالظبط. فلو مواقع التواصل الاجتماعي تعطلت لمده شهر ايه اللي هيحصل؟ ده سؤالنا. خلونا نستعرض بعض من اجابات حضراتكم ونروح لاستاذ علي العميري اللي بيقول يا ريت تتعطل على طول ولا نعيش على مدار الايام والسنين اللي علمتنا الكسل وعدم الزيارات لبعض، وكل واحد واخد له جنب وعايش في عزله مع نفسه، عالم التوحد. استاذ منصور شعبان بيقول هستخدم التليفون الارضي. استاذ اسلام احمد بيقول هيكون افضل حاجه ويتلم شمل العيله من تاني، والابناء والاباء هيقضوا وقت مع بعض واصحابهم الواقعين منهم، هيخلي الناس الواقعيين هيخلي الناس تستخدم التكنولوجيا صح، وانهم يبحثوا ويكتشفوا على طريقتهم. مشاهدينا دلوقتي هنروح لموجز مع موجز لاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية. ويبحث القادة 3 آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف تطوير أعمال منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس السيسي بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى. كما تطرق الاجتماع أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة إلى العام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي في تعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط. وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، وبالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
محمد تكالة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد. وأوضح المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول نتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6 وسبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت. وهنا المنافي في مستهل اللقاء تكالة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة. أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عزمها محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد. كما انتقدت المجموعة عقوبة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس ووصفها بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومهينة. أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية. وأضافت الوكالة أن كيم عبر عن رضاه إذاء تركيز المصنع في الآونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية. واصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بجزر هاواي جراء حرائق الغابات. وقام الجيش الأمريكي بنقل مئات الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتضررين بمناطق الحريق. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الحريق إلى أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات. أفادت مصادر بالإدعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية بأنهم يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق الرئيس السابق دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. وأوضحت مصادر إعلامية أن الوثائق تتضمن رسائل إلكترونية ونصية تربط أعضاء فريق ترامب مباشرة بخرق نظام التصويت في يناير 2021. وأضافت أن لدى المحققين أدلة على أن الخرق لم يكن جهدا تطوعيا من مؤيدي المرشح الجمهوري في ذلك الوقت، بل تم بالتنسيق مع مقربين منهم. ومن جانبه جدد ترامب تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أن الإدعاء العام الأمريكي غير مهتم بالعدالة ويتجاهل أدلة تزوير الانتخابات. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. في نوع من المسلسلات كده عايش معانا في أذهان وذاكرة مش بس الدراما المصرية لكن كمان المشاهدين المصريين والعرب بشكل عام. مهما مر الزمن ومهما عدى عليه بنلاقي بعض القنوات لسه بتعرض المسلسلات دي ولسه الناس بتتكلم عنها على جروبس كتيرة ولسه ناس متابعة حاجات كتيرة قوي زي فرح سنية مثلا. لسه فاكر ده عنوان الفقرة اللي هتقدمها لينا زميلتنا جيرمين إبراهيم، وهي فقرة مرتبطة بالنوستالجيا والمسلسلات اللي ارتبطنا بيها ولسه ليها رونق وإقبال كبير مهما اتعرضت، ومع مرور الوقت والزمن بتزيد شعبية وبتزيد من كمان يعني متابعين المسلسل ده. خلونا نشوف مع بعض جيرمين زميلتنا معاها ايه والمسلسل اللي الناس لسه فاكراه لغاية دلوقتي. في رمضان سنة 1996 اتعرض مسلسل من أكتر المسلسلات شهرة مش بس في مصر لكن في الوطن العربي كله، وهو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي للراحل نور الشريف والمقتبس من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي لسه عايش معانا لحد دلوقتي بشخصياته ومشاهده اللي عمرنا ما هننساها. فيا ترى لسه فاكر؟ وبرغم ان اكتر من 25 سنه مرت على العرض الاول للمسلسل لكنه لسه محافظ على شعبيته وشهرته، ومن فينا يقدر ينسى اشهر فرح مر على تاريخ الدراما وهو فرح سنيه، ده غير المعلم سردينه وقصه حب عبد الغفور البرعي وفاطمه كشري واللي اتقدمت في دراما اجتماعيه ناجحه هتفضل عايشه من جيل لجيل.
تفتكري مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عدى عليه كم سنة؟ يعني أكتر من 20 تقريباً. كتير جداً، يمكن معظم القنوات اللي بيتذيعوا بتفرج عليه على طول. اتفرجت عليه بتاع حوالي 5 مرات 10 مرات. هو مسلسل حلو، من المسلسلات المفضلة بالنسبة لي. أكتر من حوالي 10 مرات أو 15 مرة، كتير أوي. كذا مرة، كتير جداً، كتير جداً جداً. أكتر مشهد أو شخصية فاكراها من المسلسل ومعلقة معاكي؟ بصراحة في أكتر من مشهد، بس المشهد اللي هو كان وقت المناقصة وكان بينافس أبوه. والله هو المسلسل كله يعني، من أول نور الشريف وطبعا الوكالة كلها بقى، محفوظ وسردينة وعيلة عبد الغفور طبعا بعبد الوهاب. بقى عبد الغفور ومراته أمي وأبي. هو نور الشريف تقريبا هو اللي كان واخد القصة كلها. المشهد طبعا المشهد الأخير بقى، لما بيجي الابن يروح للأب وهو بقى بيستقبله وبيقوم من الكرسي وكأن يعني كأس العالم جاله. ليك ذكريات مع المسلسل ده؟ اتفرجت عليه وانا صغير، بعدين اتفرجت عليه مره وانا كبير، فاللي هو طبعا فرجه وانت صغير ما تبقاش لسه فاهم كل حاجه، بس لما كبير الموضوع انت بتابريشيت المسلسل اكتر، بتقدره اكتر من اي حاجه ثانيه. يعني موسم رمضان كان دايما نقعد نتفرج على كل المسلسلات تقريبا في وقت يعني كده. العيله نفسها والفكره بتاعت المسلسل ليها كده، ليها رونقها، ليها فكره بتاعتها، الفكره كويسه نظيفه. لا ولا مشهد عبد الوهاب بقى وهو داخل عليه الوكاله بعد ما خلاص بقى يعني هيعيش في جلباب ابيه بقى خلاص. أيوه. يعني بعد ما خد القرار وداخل عليه الوكاله بيقول له سلام عليكم يا حاج، قال له وعليكم السلام ورحمه الله. مش مصدق نفسه طبعا. أيوه. لا من المشاهد اللي ما تنسيش، زيه برضو زي فرح سنيه وملكش دعوه بحد يا عبده، كل انت يا عبده. لا في شويه كلام كده في المسلسل والسيناريو، زائد قصه المسلسل نفسها، قصة صعود الحاج عبد الغفور البرعي، معلم سردينة اللي ساعده في الأول وإزاي وابن المعلم سردينة إزاي كان واقف ضده في النهاية غصب عنه. محفوظ ملقاش بديل غير أنه يتعاون معاه، بل بالعكس ده تفوق وعدى. ففي قصة صعود، وفاطمة كشري يعني قصة صعود خطيرة. طبعا. لا يعني أنا بالنسبة لي ياسر جلال وعيلته كانوا أول صدمة ليا حقيقية في الوزير. بجد يعني لو أنا كنت بقعد أتفرج وأنا صغيرة، لا هو في كده. ولسه لغايه دلوقتي كل شويه تتفرج عليهم تحس انه عايز، بس هي والدته مع سنية. والدته اللي كانت صعبه شويه، انما الوزير كان طيب. الوزير فعلا كان طيب. كان طيب جدا. فالحقيقه من المسلسلات اللي معلمه مع الناس والناس بتتفرج عليها، سواء جيلنا يعني اول ما المسلسل ده طلع بنتفرج عليه حتى مهما تعرض مره واثنين وثلاثه، والاجيال الجديده كمان بدات تسمع عنه من خلالنا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبدات تعرف لن اعيش في جلباب، وبدا يتابعوه. لن اعيش في جلباب ابي والمسلسل التاني كمان اللي هو عائله الحاج متولي، الاثنين دول انا متهيألي عمرهم ما هيقدموا نور شريف مدرسه، ومهما تعرضوا على اي قناه هنقعد عمرنا ما هنقلب، هنفضل نتفرج. يا جماعه نور شريف مدرسه. أيه. مدرسه بجد يعني. أيه. مدرسه مختلفه عن بقيت جيله حتى اللي كانوا موجودين معاه، لانه كان فاهم تمثيل صح. يعني هو مش بس ممثل بارع، كان فاهم يعني ايه صناعه نجم، كان فاهم يعني ايه صناعه تمثيل، كان فاهم كويس جدا في السينما وفي الدراما، وكان عارف حتى كان ليه محاضرات كده موجوده هي على اليوتيوب بيقول ازاي تتعامل وانت بتصور، ويبقى فاهم اضاءه ويقول لك ما انا لو مشيت كده ما انا هخرج من النور بتاعي. فهو فاهم كويس قوي، مش متعب، فعشان كده كان مريح بالنسبه للمخرجين ان هم يتعاملوا مع نور الشريف في الافلام وفي المسلسلات. أسطورة هو فعلا. طبعا. زي ان هو كان فعلا بيعرف يتقمص الشخصيه صح، بيعرف يلبس الشخصيه صح، بيعرف يخترع لزمات زي ما احنا شفنا برضو من خلال كلامه، بيخترع لزمات كده بيتعامل بيها في مسلسلاته وفي افلامه، بتفضل الحاجات دي هي اللي معلمه وهي اللي باقيه مع الناس. لا وعنده افلام فعلا كمان من الافلام اللي هي هتعيش طول عمرها، المصير مثلا عمرنا ما هنقدر ننساه. وبالمناسبه كمان يا شاذلي، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل انه ذكرى وفاته كانت من يومين، ربنا يرحمه يا رب. فعلا علامه كبيره من علامات الدراما والسينما المصريه. طيب واحنا بنتكلم عن الدراما والنوستالجيا لازم برضو نتكلم عن الدراما الحاليه. امبارح كان في مؤتمر صحفي مهم جدا للكشف عن تفاصيل مهرجان القاهره للدراما، واللي هتبدا فعالياته يوم 24 اغسطس الجاري، وده هيكون بمدينه العالمين الجديده. هيتم الاحتفال خلاله ب 60 سنه دراما. حضر المؤتمر ده الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، وكان في ناس كتيره كمان حاضرين. بس انت في هذا يعني زي ما انت قلت الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، الفنانه الهام شاهين عضو لجنه التحكيم، مجموعه كبيره من النجوم والفنانين. خلينا نشوف هذا التقرير.
تحت شعار 60 عاما دراما، عقد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما مؤتمرا صحفيا بمدينة العالمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية للمهرجان، والذي يأتي برئاسة الدكتور يحيى الفخراني. مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني بيسعد ويشرفه أن يكون جزء من حدث مهم جدا ضمن فعاليات مهرجان العالمين. لجنة بتضم المخرج الكبير أستاذ جمال عبد الحميد، فنانة إلهام شاهين، النجم كريم عبد العزيز، الناقد الكبير طارق الشناوي، والكاتب طبعا الرائع المتميز عبد الرحيم كمال. ان شاء الله باذن الله نعمل عمل يليق باسم مصر، باسم القاهره، باسم هذا السحر والجمال، يعني مدينه العالمين. ثقه الناس فينا كبيره، واحنا ان شاء الله يا رب يقدرنا نبقى على مستوى هذه الثقه باذن الله. اولا انا عجبني جمله مدينه الاحلام دي قوي، لان انا كنت لسه من شويه بقول ده، بقول انا حاسس ان انا في حلم. طبعا انا سعيد وبشكر الشركه المتحده بي او دي، وبشكر الدكتور اشرف ومجلس النقابه اللي انا احد افراده، ان احنا نعمل الدوره الثانيه لمهرجان القاهره للدراما بشكل استثنائي في مدينه العالمين. ليه؟ لانه احنا بس مش عاملين مهرجان بندي فيه جوائز، احنا بنحتفل بستين سنه دراما تلفزيونية. المهرجان المزمع انطلاقه في 24 من أغسطس أشاد فيه عدد من الفنانين بما تشهد مدينة العالمين الجديدة من أعمال تطوير، مؤكدين أن المهرجان له صدى إعلامي وفني وثقافي كبير. احنا كنا بنعدي من السنوات الماضية في هذا المكان، كنا بنلاقي حقل ألغام، بنلاقي ممنوع الدخول، ممنوع أنك تعدي المنطقة دي، ممنوع حاجات كثيرة جدا. لما الإرادة المصرية والقيادة السياسية تصمم إن هذا المكان يبقى مكان عظيم على البحر ومكان رائد في الشرق الأوسط كله، وأنت أمام أبراج على البحر، أمام حركة سياحية مهمة جدا، أمام حركة ثقافية مهمة جدا. أنا دايما بقول أن الثقافة والفنون والسياحة أشياء بتكمل بعضها، يعني أشياء ما بنقدرش نشيلها عن بعض. فالحمد لله إحنا أمام مهرجان عظيم جدا، نسخة استثنائية في أرض جميلة بتواكب مهرجان العالمين عالمين، بتواكب يعني الايام الاخيره او الليالي الاخيره في هذا المهرجان. ان شاء الله يبقى ختامها مسك، ونجد كميه كبيره جدا من فنانيننا واعمالنا المهمه جدا. واحنا النهارده بنتكلم عن 60 سنه دراما، اعتقد الجاب كبير جدا بين مصر والشرق الاوسط كله، لان مصر اهم دوله. لما نقول اول مسلسل ظهر في مصر سنه 62، يبقى احنا سابقين بكثير جدا اعمال مهمه جدا. 60 سنه دراما، 60 سنه نجاح، اعتقد مصر دائما هي وليود الشرق. دي الدوره الثانيه للمهرجان، وهو اسمه مهرجان القاهره للدراما، انما الدوره دي زي ما قالوا دوره استثنائيه لانها بتعمل في مدينه العالمين الجديده. وانا الحقيقه سعيد جدا باللي حاصل ده، لأنه إذا كانت القاهرة مدينة قديمة لها تاريخ ولها سحر خاص بها، فالعالمين مدينة جديدة فيها حداثة وفيها تطور وفيها مناطق ساحرة وخلابة. مكان كان في يوم من الأيام، أنا الأمير اسكندراني عارف الحكاية دي كويس قوي، كنا لما نيجي هنا ما فيش غير مقابر وأماكن فيها ألغام، أصبح فيها حياة. يعني تحولت من مكان كان به حروب وموت ودمار إلى مكان فيه عمار وفيه رواج سياحي وفيه الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة أمن واستقرار وازدهار. فأنا الحقيقة معجب بالفكرة واللي فكر أنه يتعامل في مدينة العالمين الجديدة، لأنه عمل ربط عظيم جداً بين تاريخ مصر وعراقتها وأصالتها والحداثة والتحضر والتطور اللي حصل عندنا. تشمل فئات جوائز المهرجان كل فئات العمل الدرامي، كأفضل مسلسل وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل تصوير وأفضل ديكور وأفضل موسيقى تصويرية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. خلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا دينا ونعرف منها أخبار الرياضة. اتفضلي دينا. شكرا ليكي يا بسنت. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار التونسي علي معلول لاعب الأهلي كأفضل ظهير أيسر عن الموسم المنقضي. وأوضحت رابطة الأندية أن اختيار الدولي التونسي علي معلول كأفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي جاء بتصويت الجمهور. مصطفى شلبي جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفترة الحالية يخضع لبرنامج تأهيلي خاص،
وده محدد من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز المشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق. نادي زد أعلن عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024. وتعاقد نادي زد مع موبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادما من ريسينج كلوب بعقد لمدة 5 سنوات. مسؤول نادي الاتحاد السكندري أنهى بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع الحبيب حسن ظهير أيسر منتخب النيجر الأولمبي بعقد يمتد ل4 مواسم، ده بعد الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين. منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2004 خسر أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 39-36 في الوقت الإضافي، ده بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 30-30. وبالنتيجة دي المنتخب المصري ناشئي كرة اليد خسر البرونزية وأصبح رابع بطولة العالم لكرة اليد. إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن عن انضمام مصطفى كيجو إلى صفوف الفريق الأول لكرة سلة الرجال لمدة 4 سنوات قادما من نادي شمال القطري في صفقة انتقال حرة. نادي برشلونة تعادل مع فريق ختافي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. المباراة دي شهدت 9 إنذارات وحالتين طرد داخل الملعب وحالة خارجه، أيضا ده بعد طرد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة. فريق تشيلسي تعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1 داخل الفعاليات المباراة اللي أقيمت بينهما على ملعب ستانفورد بريدج، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023-2024. فريق توتنهام تعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، ده في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2023-2024. الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت شارك مع فريقي في تحقيق فوز عريض أمام لوكوموتيف لايبزيج، ده بنتيجة 7-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الدور الثاني من منافسات بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2023-2024. فريق نانت الفرنسي اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد خسر أمام فريق تولوز بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023-2024. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن بشكل رسمي إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الملكي بتمزق في الرباط الصليبي، ده بعد إصابته في مباراة أتلتيكو بلباو امبارح واللي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0 في الجولة الأولى من الليجا على ملعب سان ماميس. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا. شكرا. بشكل رسمي انطلقت فعاليات البطولة الأفريقية 6 لكرة السرعة في محافظة بورسعيد بحضور شخصيات رياضية عربية وأفريقية. الحقيقة البطولة بتشهد منافسات قوية بيشارك فيها لاعبين من مختلف الدول الأفريقية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل مشاهديكم الكرام. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك ما اشتملت عليه فعاليات البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة واللي بيتم إقامتها في محافظة بورسعيد في الوقت الحالي. طبعا حقيقة دي البطولة السادسة الأفريقية والأول مرة نعمل البطولة الأفريقية للأندية، ومشاركة حوالي 9 أندية أفريقية، وطبعا هي بتقام تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي مدير شؤون الرياضة والسيد اللواء كابتن حرب عادل القطبان محافظ بورسعيد، اللي شرفنا امبارح بحفل الافتتاح بالحضور. وحقيقه هي البطوله دي احنا بنعملها بروبا لدوره الالعاب الافريقيه، لاول مره كره السرعه تدرج في الدورات الافريقيه في الدورات المجمعه، ويمكن هتبقى ان شاء الله في دوره غانا 24. يمكن الدوره دي مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه، يمكن هم 5 ألعاب فقط غير اولمبيين منهم كره السرعه اللي هيبقوا مدرجين في هذه البطوله. وده طبعا شيء ايجابي جدا للرياضه كره السرعه الرياضه المصريه، ان احنا ان شاء الله بيبقى عندنا طموح ان يعني بدايه ادراج لعبه في دورات مجمعه
ده يبقى شيء مبشر جدا ان شاء الله، لوصلنا لهدف كبير جدا ان احنا ندرجها في دوره الالعاب الاولمبيه في القريب العاجل ان شاء الله. عظيم. هنتكلم اكتر كمان عن هذه البطوله، لكن خليني برضو اطمن واطمن الساده المشاهدين عن مستوانا في هذه اللعبه. طبعا مصر يعني ما اقدرش انا اتكلم عليها، ان مصر يعني بعيد ان هي كمان مبتكره هذه الرياضه. مصر حتى الان هي مبتكره جميع المنافسات في جميع البطولات سواء عربيه او افريقيه او بطولات عالم، وده نتيجه انا شايفه ان هو القاعده الممارسه الكبيره الموجوده في مصر وعدد اللاعبين المشاركين وكثره البطولات اللي بينظمها الاتحاد المصري. اعتقد ده اللي مخلي اللعبه فيها انتشار وفيها قوه، وكمان بيدي افضليه عن دول كثيره جدا. وفي اقبال من الناس للاشتراك في اللعبه دي من الشباب؟ اه طبعا، احنا السنه دي يعني معالي النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الدولي لكره السله الدائريه، هو كمان عاملين خطه السنه دي. يعني مثلا المنطقه الغربيه كانت عامله نشاط كبير جدا الفتره اللي فاتت، منطقه المنيا. احنا مش مقصرين على يعني اللعبه مش قاصره على محافظات القاهره والجيزه او المحافظات الكبيره، لا بالعكس، احنا اتجهنا بقى لنا كام سنه على منطقه الصعيد، رحنا المنيا واسيوط وسوهاج والوادي الجديد والمنيا والفيوم وبني سويف. رحنا الناحيه الثانيه عندنا كفر الشيخ، في نادي قوي جدا نادي تسوق، وعنده عدد كبير جدا جدا من اللاعبين والممارسين، وعنده ابطال وابطال افريقيا وعنده ابطال عرب. عندنا في بورسعيد عليه عن بورسعيد واسماعيليه هي مهدي هذه الرياضه، السويس الشرقيه عندنا نادي كبير جدا في الشرقيه نادي الرواد، احد قلاع كره السرعه في مصر. عظيم. يعني غير الانديه بقى الكبيره في مصر، يعني زي اليوبيس والجزيره وصيد وظهور مقاولين وادي دجله، يعني انا مش عاوز انسى انديه كتير، يعني عندنا انديه كثيره جدا. فالحمد لله يعني ده مش طموح برضه، خد بال حضرتك، احنا املنا ان شاء الله دي الرياضه تبقى من الالعاب اللي هي موجوده في كل محافظات الجمهوريه، وايضا تبقى موجوده في كل الانديه. اللي خد بال حضرتك هذه الرياضه ليها مميزات كثيره جدا، وكمان عندها يعني من ضمن يعني مش هتكلم عن المميزات الرياضيه، هتكلم عن المميزات اللي هي لعبه مش محتاجه مساحه كبيره، ممكن تلعب في اول دور واندور، يعني في مكان خارجي او مكان داخلي، ممكن تلعب على الشاطئ، ممكن تلعب في الحدائق العامه، يعني لعبه الرياضه للجميع. لعبه فيها روح التنافس وروح كمان الرياضه للجميع. كمان اللعبه دي مهمه جدا انا شايفها للقطاع البار اولمبي وذو الهمم وذو الاعاقه. احنا امبارح يمكن عملنا استعراض لذو الهمم، وده يمكن يعني احنا متجهين بهذا النهج، يعني سياسه الدوله وفخامه الرئيس عم يعني دعم وعمل كل سنه القادرون باختلاف، فاحنا كمان ماشيين على هذا النهج. انا شايفه قدامي هنا على الشاشه معروض انه ممكن اللعبه يتلعبها فريق من اثنين. ما احنا حقيقة عندنا هي دي ميزه كمان كره السرعه، ان انا ممكن العب لوحدي او العب السولو اللي هو الانفرادي، ودي يمكن هي الوحيده بتميزنا عن اي العاب كره مضرب في العالم كله، ان اللاعب بيلعب لوحده ضد الزمن، بيلعب بايده اليمين والشمال وبيلعب بمضربين، ودي برضه حاجه مش موجوده في اي لعبه ثانيه من العاب الكره المضرب. وعندنا اللي هو الدبل واحد ضد واحد او واحده ضد واحده، وعندنا الدبل بعد كده عندنا السنجل سوري، وبعد كده عندنا الدبل اللي هو او الزوجي اثنين ضد اثنين او ولدين او ضد ولدين او بنتين ضد بنتين او اللي هو المختلط الولد وبنت ضد ولد وبنت، عندنا تتابع كمان. وعندنا ايفنتات كتيره، يعني اللعبه فيها يعني فيها تشويق. ده بقى الحاجات اللي هي البدنيه، يعني هي بتساعد على قوه الافصار وقوه رد الفعل والمهاره والسرعه وقوه الرد الفعل. فيها مميزات كثيره جدا، وبعدين احنا لازم نفتخر جميعا ان هذه الرياضه رياضه مصريه. يعني في النهايه احنا بنقول صنعت في مصر، ودي حاجه مش يعني يمكن هي الرياضه الوحيده اللي صنعت في مصر، حتى مكونات اللعبه بالكامل سواء فني يعني خبرات فنيه او اداريه او كمان ادوات احنا اللي بنصنعها واحنا اللي بنوردها واحنا كمان بنصدرها. ده عظيم جدا. اللعبه الوحيده اللي ما بتستوردش من الخارج او ندفع فيها عمله صعبه. يعني ودي ميزه كبيره جدا وافضليه لينا وفخر لينا جميعا كمصريين ان احنا يبقى عندنا حاجه كده المفروض يعني نرعاها ونتبناها، والدوله كمان تنظر ليها نظره كبيره جدا وتبدا يعني تساعد في نشرها على مستوى المحافل الدوليه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الفريق التشادي مثلا تاخرت التاشيره بتاعتهم في الاختبار المصريه في تشاد. مش عاوز اقول لحضرتك يعني درجه الحرص وان هم يجوا يحضروا ويشاركوا، خدوا التاشيره والبطوله كانت يعني بدات الفعاليات بتاعتها
وجري وحدث يعني بتخسارة غالية جدا جدا يعني مش عايز اقول رقم كبير جدا 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 في لعبة مفروض في الدول الأفريقية، لكن هم حريصين ان هم يكونوا موجودين. طيب عايزين برضو نتكلم الناس اكتر عن هذه البطولة، عدد المنتخبات المشاركة، مدة هذه البطولة قد ايه؟ احنا حضرتك عدد المنتخبات 8 منتخبات زي ما قلت لحضرتك، 9 انديه، واحنا بقى لنا 3 ايام بطوله يعني مقيمه، والنهارده وبكره ان شاء الله النهائيات، ويوم الاربعاء مغادره كل الوفود ان شاء الله على خير من مصر ان شاء الله. هايل، نشكر حضرتك المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكره السرعه، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه. اكيد دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقره. المشروع القومي للصوب الزراعية أو ما يسمى علميا بالزراعات المحمية، ده ساهم بشكل كبير جدا في ترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات والتقاوي، وكمان تقليل التكلفة، وده انعكس على توفير المنتجات الزراعية وخفض أسعار الخضروات بالأسواق. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بالتفصيل وعن فوائد الصوب الزراعية وجهود يمكن الدولة في هذا المجال والإنجازات اللي تحققت في هذا المجال. معنا منورنا في الاستوديو النهارده دكتور محمد غريب، الباحث بقسم المحميات الطبيعية بوزارة الزراعة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا بيك دكتور. يمكن بقى لنا فترة كبيرة بنتكلم عن الصوب الزراعية وأهميتها وقد إيه كانت مفيدة للزراعة والمحاصيل عامة، وفرت كتير قوي علينا. حابين من حضرتك تعرفنا اكتر وتفهمنا اكتر عن الصوب الزراعيه، ليه احتاجنا نعملها، وايه الفوائد اللي ممكن يعني بتعود علينا بسبب الصوب الزراعيه او ما يسمى بعمليات الزراعات المحميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه احنا نعرف بس يعني ايه صوب، يعني ايه زراعات محميه. حلو. الزراعات المحميه او الصوب هي منشات خاصه بيتم انشائها بغرض حماية النباتات من التقلبات المناخية، سواء ارتفاع درجة حرارة أو انخفاض درجة حرارة أو أي عامل مناخي يؤثر في عملية الإنتاج. الصوب الزراعية فيها 3 مستويات من التكنولوجيا، فيها اللي هي عالية التكنولوجيا ومتوسطة التكنولوجيا ومنخفضة التكنولوجيا. الصوب الزراعية فيها مساحات مختلفة من الأنماط، في الصوب اللي هي السنجل أو الفردية بتبقى مساحتها حوالي 540 متر مربع، وفي المساحات اللي هي المتوسطة بتبقى الصوب مساحتها فدان، وفي الصوب الكبيرة اللي هي مساحتها بتوصل لـ3 فدان. كل ما مساحة الصوبة كبرت كل ما كان عوامل التحكم المناخي جواها بيبقى أكتر حرص، يعني بيركب لها محطات أرصاد جوية، بتبقى متوصلة بحساسات حرارة وإضاءة ورطوبة، بحيث إن أنا أقدر أتحكم في المساحة الكبيرة دي. هي دي التكنولوجيا بقى اللي حضرتك بتقول عليها. دي التكنولوجيا العالية. إن أنا أتحكم في المساحة الكبيرة ديت بأقل المجهود، بحيث إن يبقى كله يعني كمبيوترايز، يعني لحد قد يتخيل البعض البعيد عن هذا المجال ان هي مساله الصوبه يعني حاجه كده بس بتحمل الزرع تحتيها، مفيش تكنولوجيا مستخدمه في الموضوع، لكن حضرتك بتوضح ان في تكنولوجيا ومستويات مختلفه كمان. ايوه فندم، هو ده اللي احنا كنا متعودين عليه في الصوب التقليديه اللي هي الصوب الفرديه اللي كانت قبل المشروع القومي لانتاج للصوب اللي هي 100,000 صوبه دي، اللي كانت ما فيهاش اي تكنولوجيا، يعني بندير العمليه مانوال، يعني اذا كان درجه حراره بنفتح الابواب بنفتح النوافذ، التهويه بتبقى يعني يدويه، ولكن مع التقدم والتطور ده دلوقتي النهارده الحساسات بتبعت اشاره للكمبيوتر تقول ان درجه الحراره والصوبه كذا، فبتبدا المراوح تشتغل لوحدها، تبدا ستائر التصليل تفرد. مش اي تدخل العنصر البشري في الموضوع ده؟ الى حد ما بيبقى التدخل العنصر البشري بيبقى قليل جدا، يعني في ان هو يتدخل في حاجات بسيطه جدا، يعني حتى الري نفسه الرطوبه الموجوده في التربه بنقدر نعرف الرطوبه الموجوده كام في الميه، بحيث ان النبات عطشان نقدر حساسات في الارض بحيث ان هو ممكن يدي اشاره للسماده ان هي تفتح وتشتغل مع شبكه الري لوحدها اوتوماتيك، يعني دي بتبقى حاجه كويسه جدا. هل في محاصيل ينفع يعني تتحط في الصوب ومحاصيل ما ينفعش تتحط في الصوب؟ هو جوه الصوب في محاصيل معينه احنا بنستخدمها او بنزرعها جوه الصوب، هي زي الخيار والطماطم والفلفل الالوان والفاصوليا والكنتالوب والفراوله، وفي الغالب ان هي كلها محاصيل تصديريه.
المحاصيل بتاعت الصوب بتتميز عن المحاصيل بتاعت الأرض المكشوفة بأن هي بتكون غير محدودة النمو. يعني إيه غير محدودة النمو؟ إن النبات بتاع الصوبة ليه القدرة على التسلق ما ملوش حدود، يعني ممكن النبات يوصل معايا لكل 12 متر. أنا عندي سلك حامل المحصول ارتفاعه 4 متر، لو النبات وصل لسلك حامل المحصول أقدر إن أنا أعمل له ترخية في الخيط بحيث إن أنا برقده على الأرض زي الطماطم وأبدأ إن هو يكمل تاني معايا فوق لغاية ما إيه أخد منه أقصى إنتاجية، وممكن يقعد معايا 10 شهور جوه الصوبة. ده ملوش أي انعكاسات على طعم النبات نفسه أو لا جودة الثمار والطعم ده إحنا يعني في الغالب إحنا لما بنختار هجين جوه الصوب بنختاره إنه هو يناسب ذوق المستهلك المصري، ما بنجيبش حاجة غريبة يعني. ولكن هو حتى ذوق المستهلك المصري دلوقتي بقى مرن جدا، يعني إحنا دلوقتي بنشوف الطماطم الصفراء والبرتقاني والحمراء، ما بقاش والبطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر، بنشوف الحاجات الغريبة اللي هي الذرة السكرية اللي ما كانش حد فلفل الألوان ده، إحنا عندنا دلوقتي الفلفل الألوان بقى مستساغ جدا والناس اتعودت عليه. وكمان حضرتك أنت بتقول إن إحنا الإنتاجية بتاعت الصوب بتبقى معدة للتصدير، حضرتك بترد على نقطة مهمة جدا، الناس بيقولوا إن بيكون فيها مبيدات وبيكون طالما صدرنا بتكون خالية تمام من المتبقيات بحسب ما أعرف يعني. هو إذا كان في إدارة جيدة للصوبة، بمعنى إن أنا قادر اتحكم في العوامل المناخيه ان ما تسمحليش العوامل دي ان هي تعمل انتشار للافات الحشريه او الامراض الفطريه، فيبقى استخدام المبيد بتاعي في اقل واضيق الحدود، وبستخدم المبيدات اللي هي المسموح بها بتوصيات الاتحاد الاوروبي اللي هي المسموح بها ان احنا نستخدمها، بحيث ان ما يبقاش في تاثير متبقي للمبيد او ان هو يبقى ليه تاثير يعني اي اثر فيما بعد. حضرتك يمكن اتكلمت عن بعض المحاصيل المختلفة اللي هي زي الطماطم الصفراء، الفلفل الألوان، بعض كمان على فكرة الفواكه اللي هي الباشن فروتس والحاجات دي ابتدت ان هي تتزرع هنا في مصر. فالنهاردة نقدر نقول ان الصوب الزراعية بقت يعني بتعمل نوع من انواع التوازن، خليني اقول في الأسعار كمان، ان انا بنتجها هنا، ففي منها التصدير لكن في منها اكيد موجود لنا السوق المحلي. فده معناه انه يعني في توازن النهارده في اسعار السلع، خليني اقول الخضروات والفواكه بتقدمها الصوب دي او بتبقى سبب فيها. هو الصوب اهميتها بتبقى ان هي بتخش في الفتره ما بين العروات، اللي هي احنا ما يبقاش عندنا جاب في النص ان ما نلاقيش مثلا المحصول ده قل، فالصوب بتخدم في الفتره دي بحيث ان انا يبقى عندي المعروض من السلعه متوفر طول العام. بالاضافه لكده ان احنا بيبقى عندنا الحقل المكشوف بينتج نفس المحصول وانا بنتج جنبه، فبيبقى يعني بالتوازي. مين انتاجيته اعلى؟ الصوب طبعا انتاجيته اعلى، يعني قد ايه مثلا؟ يعني بنتكلم مثلا في حدود من 3 لـ4 أضعاف، يعني المتر المربع في الصوب لبعض المحاصيل زي الخيار مثلا بينتج 12 كيلو جرام في المتر المربع، في حين ان الارض المكشوفه المتر المربع بينتج من 4 يعني حوالي 4 كيلو او 5 كيلو بكثير يعني. فرق كبير لنفس وحده الميه. يعني هي الفكره في ان احنا الصوب بتعظم وحده المساحه. وحده الميه ازاي؟ ان نفس كميه الميه اللي بديها للنبات في الارض المكشوفه هي اللي بديها للنبات في الصوب، ونفس المساحه. ولكن النبات في الصوب النبات راسي بينمو راسيا غير محدود النمو، فبياخد كميه الميه هي ولكن بانتاجيه اعلى. طيب في كمان مشروع يمكن 100,000 صوبة زراعية اللي دشنها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفر يمكن ده في بعض المحاصيل الأساسية زي ما حضرتك كنت اتكلمت عن الخيار، الطماطم، دي محاصيل أساسية بيستخدمها المواطن المصري. أهمية الصوب الزراعية أو أهمية الإكثار من وجود الصوب الزراعية وأهمية هذا المشروع 100,000 صوبة. تمام. هو طبعا احنا عندنا الحمد لله الصوب اللي تم انشائها دي بتعمل كذا استفاده. اولا بتوفر فرص عمل كبيره جدا للايدي العامله، بتوفر المحصول في غير موسمه الطبيعي، يعني احنا بنلاحظ ان في الشتاء احنا كل معظم استهلاكنا من الطماطم والخيار والفلفل في الشتاء كله بيبقى انتاج صوب، ما بيبقاش يعني الارض المكشوفه الى حد ما، واحنا شايفين التغيرات المناخيه اللي حاصله في بتعيش اكتر. طيب نعم، يعني منتجات الصوب تعيش اكتر
اللي هو مكشوفه؟ اللي هو بعد القطف ولا بعد القطف؟ بعد القطف طبعا محاصيل الصوب عموما الهجن بتاعتها بتمتاز بالصلابه العاليه، يعني ان هي معد اصلا ان انا تستحمل فتره الشحن بتاع التصدير. فبالتالي من ضمن الصفات اللي انا بختارها في الهجين اللي انا بزرعه جوه الصوب ان هو المواصفات الثمريه بتاعته فيما بعد الحصاد بتبقى عاليه جدا، يعني ان هو صلب طماطم خيار فلفل، فده يعني بيخلينا ان احنا نبقى عندنا الفاقد في المحصول بيبقى كميه قليله جدا مقارنه بالارض المكشوفه. طبعا كمان المحاصيل بتاعت الصوب زي ما احنا عارفين ان هي يعني بتوفر المحاصيل الاستهلاك المحلي جوه 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 البلد، وفي نفس الوقت موسم التصدير بتاعنا بيبقى في الشتاء كبير جدا لان اوروبا ما بيبقاش عندها انتاج في الوقت ده، فاحنا بنغطي يعني سوق كبير جدا جدا في الشتاء من المحاصيل بتاعت الخضر عموما. وده شيء كويس جدا يعني يحسب للصور. يعني من ضمن المميزات كمان سواء من خلال هذا المشروع او الناس حتى لما تعمل المشروع ده على يعني على يعني كل واحد كل مزارع مثلا يقدر يعمل الكلام ده في الارض بتاعته، ان احنا عايزين بقى نبطل الجو بتاع زمان اللي هو بتاع الحاجات المجمده او الحاجات اللي بتفضل موجوده في الثلاجات ومتخزنه من السنه للسنه. فاعتقد من المميزات زي ما حضرتك بتقول دلوقتي ان بيكون الزراعات موجوده في غير موسمها، فدي حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي احنا نتمنى ان هي تكون موجوده وتنتشر كمان. بالظبط، هو احنا حتى لمسنا في التغيرات المناخيه الاخيره اللي حصلت سواء ارتفاع درجه الحراره اللي حصلت قريب، احنا قدرنا ان احنا الحمد لله نعدي ونخطي الفتره ديت بامان بفضل الله سبحانه وتعالى، لان التوصيات بتاعه الساده العلماء في مركز البحوث الزراعيه ادت لان احنا المزارع يبقى على وعي كامل ازاي يتعامل مع التغيرات المناخيه وازاي ان هو يحافظ على الانتاجيه بتاعته بالمستوى بتاعه من غير ما يعني ان التغيرات المناخيه دي تاثر عليه. طب حلوه قوي، احنا بقى ازاي بندرب العماله بتاعتنا على استخدام التكنولوجيات الحديثه الموجوده داخل الصوب الزراعي؟ حضرتك يمكن اتكلمت معانا دلوقتي قد ايه هي ذكيه، يعني الصوب دي بتفهم الجو جواها عامل ازاي، الحاجات دي كلها، فازاي بندرب العماله بتاعتنا عشان تستوعب التكنولوجيا الموجوده داخل الصوب وبالتالي بتوفر اكيد فرص عمل؟ العامل الفني جوه الصوب ده يعني من اهم العوامل بتاعت نجاح المشروع بتاع الصوب، لان التعامل مع النبات بتاع الصوب ده يعني تعامل فني راقي، يعني الهجين بتاع الصوبه بذرته مش رخيصه، فاي اهمال من العامل في التعامل مع النبات ده بيؤدي لخساره مش بسيطه، فانا لازم ادربه تدريب جيد عارف هو بيعمل ايه، سواء ان انا بقول له ازاي اتعامل مع الشتل اول ما تنزل الارض، ازاي ان هو يلفها على الخيط، ازاي يشيل الافرع الجانبيه بتاعه النبات بحيث ان هو يربيه التربيه السليمه، ازاي يجمع ويقطف الثمار بتاعته بطريقه امنه بحيث ان هو ما يضرش النبات الاصلي، لان النبات يعني نبات قائم على خيط فلابد ان يكون التعامل معاه تعامل جيد. كمان العامل نفسه اللي بدربه لازم يكون مستديم معايا، لان التعامل في مجال الصوب هي خبرات تراكميه. النهارده لو انا علمت العامل مهاره معينه جوه الصوب، الشهر الجاي هيبقى عنده مهارتين، هيبقى عنده ثلاثه، في مستجدات كل يوم بتبقى جديده في مجال الصوب، صح. انا بضيفها له في التدريب كل يوم بحيث ان العامل ده بعد فتره بيبقى مثقل بالخبره اللي تاهله ان هو يخش جوه الصوب ويشتغل فيها بامان كامل. طيب مع كل هذه المميزات للصوب الزراعيه، الوحدات الارشاد الزراعي هل بتوعي المزارعين باهميتها؟ هل الموضوع سهل ان المزارع يعمل صوبه في الارض بتاعته مثلا بحيث ان زي ما حضرتك قلت ان الانتاجيه 4 أضعاف؟ احنا لينا في ايام حقليه وحقول ارشاديه وندوات بننزل ننفذها بنعلم فيها اخواننا المزارعين والساده المهندسين على التكنولوجيات الجديده على اساس ان هو يبقى ملم بالجديد في مجال الصوب. الصوب بتنتشر في جميع المستويات من اول الفلاح البسيط لغايه المستثمر الكبير اللي بيصدر، لدرجه ان دلوقتي بعض الناس بتعمل الصوب فوق السطح ان هو ينتج الخضار بتاعه في فوق السطح. واحنا لمسنا في فتره كورونا
ان في اوروبا لما ما لقاش ان اللي هو قادر يروح السوبر ماركت يجيب المحصول بتاع الثمار بتاعته ان هو ياكلها، بدا ان كل واحد يعمل صوبه عنده صغيره في الحديقه بتاعه الفيلا بتاعته، بحيث ان هو ينتج المحاصيل بتاعته اللي هي احتياجاته من الخضار اللي هو محتاجه جوه الصوبه، ويبقى عنده اكتفاء ذاتي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في بعض الحاجات البسيطه قوي قوي ينفع نعملها في البلكونه بتاعت بيتنا، وزي ما كانوا بيعلمونا في المدرسه كده، الفول، الجرجير، النعناع، حاجات بسيطه، يعني مش لازم حتى تبقى جنينه عندي في البيت، ممكن حاجه تبقى بسيطه قوي. مش فاكره قوي ايه الحاجات اللي كمان، اكيد مش محاصيل يعني، لكن حاجات بسيطه ممكن نزرعها، ويمكن ده اللي احنا حابين ان نرجع تاني نشوفه ونرجع تاني نعمله زي الاول. من الحاجات او المظاهر الجميله ان احنا نلاقي الروف مزروع، حتى لو حاجات هنستخدمها، يعني حد مش لازم تبقى زرع زينه في الاخر. يعني هو حضرتك، انا بنصح بان احنا عشان نهذب سلوك الطفل الصغير ان كل اسره لابد يكون عندها زرعة أو اتنين، يقدر إن هو الطفل يشوف طماطمية صغيرة طالعة عنده في البيت أو قرن فلفل أو أي حاجة، بحيث إن هو يبقى متعود على الشكل ده. إحنا زمان كنا زي ما ستك بتقولي إحنا بننبت البذرة بتاعت الحلبة وبناكلها. أيوة. بننبت المستنبتات دلوقتي موجودة بره في الأسواق الأوروبية بأسعار كبيرة جدا، لما عرفوا قيمتها أي بذرة مستنبتة، سواء بذر فجل، بذر جرجير، حلبة، أي بذر مستنبت، ده القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، وبيتباع على أرفف في السوبر ماركت بمبالغ كبيرة. يعني إحنا دي موجودة عندنا هنا، نقدر إحنا ننفذها حتى على نطاق صغير، إن إحنا نعلم أولادنا إزاي ينبت بذرة ويأكلها حاجة كويسة في البيت، يتعلم الزراعة يعني. لازم يعني، دي كانت من الحاجات اللطيفة اللي كنا بنتعلمها في المدرسة، وزي ما حضرتك قلت لازم نهذب أطفالنا، لأنه في شعوب كتيرة قوي ده ما زي منهج أساسي كده عندهم لازم يتعلموا. بشكرك دكتور محمد غريب، الباحث بقسم المحميات الطبيعيه بوزاره الزراعه، كل الشكر ليك على وجودك معنا. صباح الخير يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. صباح الخير. شدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ويبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف تطوير أعمال منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صندوق السيادي في تعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالدولة. وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية للنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والهيدروجين الأخضر. أعلن الجيش الأوكراني إسقاط مجموعة صواريخ ومسيرات روسية استهدفت مدينة أوديسا جنوبي البلاد، وأكدت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية
صد جميع الهجمات المشيرة إلى أن الشظايا الناجمة أحدثت أضراراً وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 3. تأتي الهجمات الصاروخية وبالمسيرات بعد يوم على إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في أوديسا. أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عزمها محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد. كما انتقدت المجموعة عقوبات دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس ووصفها بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومهينة. تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مصانع عسكرية رئيسية في البلاد، من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية. وأضافت الوكالة أن كيم عبر عن رضاه إزاء تركيز المصنع في الآونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية. وصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بجزر هاواي جراء حرائق الغابات. وقام الجيش الأمريكي بنقل مئات الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتضررين بمناطق الحريق. يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الحريق إلى أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات. أفادت مصادر بالإدعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية بأنهم يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق الرئيس السابق دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. وأوضحت مصادر إعلامية أن الوثائق تتضمن رسائل إلكترونية ونصية تربط أعضاء فريق ترامب مباشرة بخرق نظام التصويت. وأضافت أن لدى المحققين أدلة على أن الخرق لم يكن جهدا تطوعيا من مؤيدي المرشح الجمهوري في ذلك الوقت، بل تم بالتنسيق مع مقربين منها. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. يمكن الفترة اللي فاتت ودرجة الحرارة كانت عالية شوية كنا بنقعد نتكلم عن أهمية شرب المية الكتير وإن احنا ناكل فاكهة، ويمكن من نعم ربنا علينا إن فاكهة الصيف معظمها بتكون غنية بالمية والسوائل والفيتامينات عشان تقلل الإحساس بالحرارة وتعمل توازن لنسبة السوائل الموجودة في جسم الإنسان. عشان كده هتلاقي معظم الفاكهة دي بتتعمل بقى إيه؟ عصير، بتكون من الحاجات الأساسية في كل بيت مصري في فصل الصيف بالتحديد يا شاذ. بكل تأكيد، لكن برضو عايزين نعرف حاجة مهمة، هل أكل الفاكهة ولا شربها عصير أيهما أفيد؟ أعتقد شربها عصير عشان بيكون فيه مية كمان بتدخل يعني كعنصر إضافي للمية. أنت بتتكلم كفايدة؟ كفايدة. لا، أكلها. هنعرف بقى، احنا هنقعد دفتي بقى والدكتور صح. موجود طبعا معانا دكتور محمد سامح ابو زيد الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه المنوره. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا وسهلا. اعذرنا احنا كنا بنتناقش، يعني اعتبرها بنفتي، اعتبرها بنفتي. بص يا دكتور، احنا كنا ممكن نبتدي باي سؤال لكن عشان يعني ناكد لاستاذ شاذلي عايزين نعرف. طبعا هتبقى فيصل في الموضوع ده. طبعا اكل الفاكهه طبعا كفريش افضل من شربها، ولكن احنا بنرجع لحته مهمه قوي، هل يا ترى كل الناس بتقبل على اكل الفاكهه طازه ولا لا؟ فاحنا لازم نخاطب الفئتين، اللي بياكلوا واللي ما بياكلوش. اللي بياكل فاكهه طازه هو مريحنا خلاص، بياكلها على الصوره الطازجه بتاعتها، وبالتالي بياخد كل المحتويات بتاعت الفاكهه وخاصه الالياف اللي هي بيفقد جزء منها كبير اثناء عمل العصير. والناس اللي ما بتقبلش على اكل الفاكهه طازجه بنضطر ان احنا نعملها لها في صوره عصير. طب ليه يعني ازاي بيفقدها؟ ازاي ايه الفرق؟ يعني انا بجيب، انا مثلا خلينا نتكلم على البرتقال مثلا، انا جبت البرتقانيه زي ما هي عصرتها، ايه اللي حصل بقى؟ حضرتك لما بنعصرها بيبقى فيه جزء من الالياف موجود في المصفى اللي احنا بنعمل فيه، بنزله بنزله، فبالتالي احنا بنفقده. لكن لو كلت البرتقانيه كامله فانت بالتالي بحصل على كل الالياف والفوائد اللي موجوده في البرتقال،
هي دي الفرق ما بين الاثنين. طب معلش مثال بفاكهة تانية ممكن تفقد أي عنصر من العناصر الموجودة فيه. التفاح مثلا، الكمثرى مثلا، ودي الحاجات الجديدة اللي احنا بندخلها في العصاير. الجوافة مثلا، الجوافة رغم ان فيها بذر، ولكن انا لما باجي اصفي ما بطلعش البذر بس، بيطلع جزء كبير برضو من الفايبرز موجود. والبطيخ يا دكتور؟ البطيخ زي ما هو ازدي زي ما هو، ده بيبقى عصير زي ما هو، ده بيتعمل يا بالهاند بلندر يا بيتعمل في الخلاط العادي يعني. فده بالتالي انا بحصل على كل الفوائد اللي موجوده فيه، في كده وفي كده. مثلا لو جينا نتكلم على المانجا على سبيل المثال، ما انا بقشر وباخد البذره بس بستفيد بكل البلب اللي موجود في المانجا. لكن الحاجات اللي انا اللي بيبقى فيها جزء من البذور او كده، فبضطر ان انا اصفي زي ما قلت لحضرتك كده، الجوافه مثلا. طيب الفايده الفاكهه عامه في فصل الصيف، وخلينا نقول كمان فصل الشتاء، لانه يعني حاجه زي البرتقال واليوستافانزي والحاجات دي من الحاجات اللي فيها فيتامين سي، مهمه قوي ندخلها لجسمنا. فايده الفواكه بشكل عام لدخول الفيتامينات لجسم الانسان. قبل ما نقول فايده الفاكهه، احنا لازم نتكلم على عناصر الغذاء الخمسه. من اهم عنصرين موجودين في عناصر الغذاء الخمسه الفيتامينات والاملاح المعدنيه. الفيتامينات والاملاح المعدنيه المصدر الاساسي ليهم هو الفاكهه والخضار. وبالتالي انا لازم سواء صيف او شتاء اواظب على اكل الفاكهه والخضار. طيب تعالى بقى، احنا بنخاطب الناس اللي هي ما بتاكلش فاكهه وخضار، او بخاطب الاطفال اللي بيغلبونا في اكل في تناول الفاكهه والخضار والحاجات اللي زي كده. علشان كده انا مضطر ان انا اعمل لهم مزيج ما بين العصائر الخاصه بالفاكهه والخضار مع بعض، بحيث يستفيد بالقيمه الغذائيه للاثنين مع بعض. فبالتالي انا افضل حاجه بالنسبه لي ان اكل فاكهه وخضار في صورتها الطبيعيه. الخضار ممكن اكله في صوره سلطه، ممكن اكله في صوره مباشره، الفاكهه نفس الكلام، وده افضل حاجه بالنسبه لنا اللي احنا اتعودنا عليها طول عمرنا. ولكن مع الاجيال الجديده، في بعض الاجيال بتفقد تماما الشهيه لاكل الفاكهه في صوره طازجه او الخضار في صوره طازجه، فبالتالي انا بضطر الجا او اتحايل على الموضوع ان انا ابدا اعمل لهم عصير في صوره شهيه يقدروا ان هم يتناولوه، ويديهم جزء كبير من الار دي اي بتاع اليوم او من القيمه الغذائيه بتاعه الفاكهه والخضار ده. طيب سمعنا ان الشاي بلبن بيقلل من امتصاص الحديد تقريبا، مظبوط الكلام ده؟ تمام. هل في العصاير برضو، انت عارف حضرتك عارف ان في ميكسات كتيره طالعه اليومين دول، هل في العصاير حاجه مثلا ممكن لو حطينا فاكهتين على بعض ممكن تقلل من العناصر الغذائيه الموجوده فيهم؟ هو من فضل ربنا علينا ان نحط كل الفاكهه على بعض، ما تقللش حاجه وما تعملش حاجه، ده من فضل ربنا علينا يعني. الحمد لله. حط كل انواع العصاير على بعضها تمام. ولكن احنا في عندنا حاجه اسمها فلسفه الخلط، بمعنى ان لما اجي احط مثلا عصير فاكهه على عصير خضار، انت عايز طعم ايه اللي يبقى باين؟ فانا طبعا يهمني طعم الفاكهه هو اللي يبان. فبالتالي اما باجي استخدم خضار مع فاكهه، بستخدم خضار يكون الطعم بتاعه ضعيف مش مؤثر، والفاكهه الطعم بتاعها هي اللي قوي، بحيث انا كذوق مستهلك لما باجي اشرب حاجه لازم يبقى طعم الفاكهه بتاعها اللي باين. طب انا ليه احط خضار مع فاكهه؟ طيب ليه؟ انت قلت سؤال جميل قوي. الفاكهه العنصر السائد فيها السكريات. رغم ان السكريات دي على صوره فركتوز اللي هو سكر الفاكهه، ولكن ده سكر احادي بيمتص على طول مباشره في الدم، لو شربت منه كميات كبيره في اليوم يبدا يرفع مستوى السكر في الدم. طب الخضار ما فيهوش تقريبا كربوهيدرات، هو عباره عن منجم من الالياف والفيتامينات والاملاح المعدنيه. لما احط الاثنين مع بعض يبدا يحصل التوازن في عمليه السكريات بالنسبه للامتصاص في الجسم. دكتور، في بعض الناس كانت بتقول ان الخضار لما بيطبخ بيفقد المعادن الاساسيه اللي فيه او المينرالز اللي فيه، هل ده حقيقي ولا لا؟ هو مش بيفقد كل المعادن، بيفقد جزء هيتجاوز ال 25% تقريبا، لكن طبعا الفيتامينات اللي بتتاثر بالحراره هتتاثر، ولكن بقيه المعادن والفيتامينات موجوده زي ما هي بنسبه 75% تقريبا اثناء عمليه الطبخ والتجهيز. اصل في مثلا حاجه زي الكوسه لازم تطبخ، بتنجان لازم يتطبخ، كل الاكل لازم يتطبخ، كل الخضار، الباميه، البسله، الفاصوليا. لا يعني ممكن الخيار ما يتطبخش، الجرجير، الخس، الكابوتشا، الحاجات دي الخضروات الورقيه الطازه. لا انا بتكلم، انت حضرتك بتتكلمي على الطبيخ اللي هو بالظبط. انا عايزه اطبخ مثلا دلوقتي مثلا كوسه او بطاطس او هل النهارده مجرد ما شمت النار الحاجات دي بتفقد جزء حوالي 25% تقريبا من قيمتها الغذائيه، ولكن بستفيد بال 75% الثانيه اللي موجوده فيها. طيب احنا واحنا بنتكلم عن العصاير، يعني مثلا لو هنعمل عصير مانجا ما تبقاش مانجا بس المضروف، بيتحط لها ميه، وده اللي كنت بتكلم فيه مع بسنت من شويه، اعتقد ان الميه بنضيف عنصر برضو للعصير، اعتقد حاجه مهمه، بنحط لها سكر
ده مضر. طيب هو عشان نتكلم مثلا على عصير المانجا على سبيل المثال. عصير المانجا في عندي حاجتين، في عصير مانجا اللي هو سك طبيعي زي ما بنعمله في البيت، المدام عندك المدام عندي بتعمله بتحط يعني سكر وميه وفي زي اللي بيتعمل بره ما بيبقاش مانجا لوحديها، بيبقى مانجا معاها حاجه تانية. وهنا بقى بنستخدم اللي هي الخضار مع الفاكهه بقى، بيستخدموا البامبكن او القرع العسلي دايما في عمل عصير المانجا. هنا هنقف عند نقطتين. بيبقى معروف ان هو مستخدم فيه ده ولا مش؟ النقطه الاولانيه ممكن بتخش تحت بند الغش لان انا استخدمت ماده ملقه، هو بالنسبه لهم كماده ملقه رخيصه شويه عن المانجا وبالتالي انا بدل ما بعمل كيلو بالمانجاها اعمل 2 كيلو. بس مفيد بالنسبه لنا. بالنسبه لنا احنا بقى كصناعات غذائيه، لا ده انا برفع القيمه الغذائيه للمانجا وبقلل من استهلاك الاملاح المعدنيه الضاره اللي موجوده في المانجا. خدت بال حضرتك؟ ودي اللي بنسميها بقى فلسفه الخلق. البامبكن الطعم بتاعه فلات ملوش طعم قوي وبالتالي طعم المانجا هو اللي هيغلى. ثانيا القوام الفيسكوستي بتاع البامبكن او القرع العسلي ماشي مع القوام بتاع المانجا، لان انا كمستهلك عايز اشرب مانجا لازم يكون قوامها تقيل، احس ان هي تقيله واشرب على هذا الاساس. فدي تبقى عايزه معلقه دي فدي نقطه مهمه يعني. هنا جا. طب عايزه اعرف من حضرتك حاجه دلوقتي، بما اننا بنتكلم عن المانجا يعني دي من اكتر الفواكه المفضله في الصيف عند كل الناس، يعني قليل قوي ما تلاقي حد ما بيحبش المانجا بالذات، ازاي او كم واحده في اليوم مسموح لي بيها؟ يعني انا النهارده واحده من الناس ممكن اكل لي 3 في اليوم، الناس تقول املاح مش عارفه ايه الحاجات دي كلها، هل خطر ان انا اكل اكتر من خليني اقول 2 ثمرتين مانجا في اليوم؟ لازم بس نفرق في المانجا بين حاجتين، في اصناف خاصه للاكل ودي بتبقى اصناف غاليه شويه، وفي اصناف خاصه بالعصير ودي اللي بتبقى رخيصه. الاصناف الخاصه بالعصير للاسف هي دي اللي الناس بتشتريها لرخص ثمنها نظرا للظروف الاقتصاديه دلوقتي. فالناس بتقبل عليها بشيء عاليه جدا وبدا ياكلوها، زي الزبديه، زي السكري، زي البلدي، ودي بالتالي اسعارها في السوق بتفوت من 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، فبالتالي رخيصه فالناس بتقبل عليها بشائعه. الفرق بقى ما بين الاثنين ايه؟ الفرق ما بين الاثنين ان انا لو انا اسره مكونه من 5 افراد ورحت اشتريت 5 ثمرات زبديه 2 كيلو مثلا، فديت لكل فرد ثمر، فكده الاملاح المعدنيه الضاره اللي موجوده او العاليه اللي موجوده في المانجا بتاعت العصير دي خدها فرد واحد. طب لو انا عملتها عصير فثمره واحده هتتفرق على 5 افراد، ده الفرق ما بين الاثنين. لكن المانجا بتاعه الاكل نسبه الاملاح اللي فيها متوازنه، فما فيش اي مشكله ان ناكل من ثمره الاثنين بس ما كلهمش مع بعض في وقت واحد، يبقى الفرق ما بين دي ودي حوالي 6 ساعات تقريبا. اوكي طيب، بس لازم اشرب برضو كميه ميه كبيره بعد اكل تناول المانجا يعني. من العصائر المنتشره في فصل الصيف هي الليمون نعناع. في ناس بيحطوا له سيرم، وفي ناس بيحط سكر كتير قوي، وفي ناس بيحطوا لبن. اهميه العصير ده في فصل الصيف؟ هو حضرتك دلوقتي احنا بنشرب العصير ليه؟ مش عشان تحس بالطعم الطبيعي بتاع الفاكهه؟ انا ببقى عايز شويه سكر وببقى عايز حاجه ساقعه، يعني ميه ساقعه. لا هي الفكره انت ازاي تميز صودة. ازاي تميز كل عصير عن التاني؟ وهو لو كل السكر فيه عالي، لو كل عصير انت شربت السكر فيه عالي انت مش هتبان طعم العصير، هيبان طعم السكر بس. اجمل حاجه في العصير ان لازم يبقى السكر فيه متوازن، يبقى السكر فيه اقل من طعم العصير نفسه. فبالتالي دايما لما نيجي نعمل اي عصير حتى لو في البيت لازم كميه سكر قليله عشان تستفيد بالطعم الطبيعي بتاع الفاكهه. الليمون بالنعناع ده قصه جميله، يعني هو بستفيد بفوائد النعناع كلها وبالذات المنتول اللي موجود في النعناع على انه مهدئ، يخلي الجسم في حاله ريلاكسيشن كده وهدوء تام، الاسترخاء. الليمون نفسه منعش جدا، بيحتوي على نسبه عاليه جدا من فيتامين سي، وفيتامين سي ده من افضل مضادات الاكسده الطبيعيه اللي هي موجوده في الجسم، يخلص الجسم كلها من الشوادر والسموم، ويخلص الكبد من مشاكل كتيره جدا جدا جدا. يديك احساس جامد بالانتعاش، مجرد ما تشرب كوبايه الليمون بنعناع تحس انك فريش، يعوض جزء كبير من السوائل اللي بتفقد عن طريق العرق والبول. فبالتالي ده من افضل الحاجات اللي تشرب. حتى لو تلاحظ يجي يقول لك روق دمك واشرب كوبايه عصير ليمون. الجديد بقى ليمون بالنعناع. وممكن نبدل ورق النعناع ده بورق الريحان، برضو فوائد كتيره جدا، وزيوت طياره وزيوت عطريه. ما بقول لحضرتك جدا. لا انا جربه. بتستفيد، انت بتشم ريحه الريحانه هتحس بطعمها بقى كمان.
طيب دكتور، هل في يعني مثلا خطوره انه او مش خطوره يعني مش احسن حاجه ان احنا مثلا نبقى بنشرب عصير مش الموسم بتاعه؟ يعني في ناس ممكن تشرب برتقان في الصيف ومانجا في الشتاء، هل ده خطر انها ممكن تبقى متخزنه بقى لها فتره مش فريش؟ انت في حاجتين في السوق، في ممكن تروحي محل عصير كبير هتلاقي عنده فاكهه الصيف والشتاء موجوده، مش كفي صوره فاكهه، في صوره مخزن يعني فاكهه مخزنه بيعملوها. وفي العصاير التترا باك اللي هي موجوده في السوق، ما هي صيف شتاء موجوده الفاكهه. انا بقى كرب اسره او ست بيت مثلا في البيت اعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي موسم المانجا مثلا على سبيل المثال، ما فيش اي مانع ان انا اقطع المانجا بتاعتي سلايسز وابدا احطها في الفريزر، بس في كل كيس احط شويه سكر. أهمية السكر هنا إن بيوقف نشاط الإنزيمات ويعتبر مادة حافظة وما بيخليش يحصل أي مشاكل للمانجا أثناء عملية التخزين، وأبدأ أستخدمها في الشتاء. إحنا من العادات بتاعتنا مثلا إن إحنا في الصيف نعيم مانجا عشان رمضان، من العادات الغذائية بتاعتنا إن إحنا نشرب عصير المانجا في رمضان، خدت بال حضرتك؟ أو في الشتاء بصفة عامة لأن هي المانجا محصول صيفي يعني. فالمهم ان انا لما احط الفاكهه بتاعتي لا يتجاوز التخزين بتاعها من 4 لـ6 شهور. يبقى انا بالتالي لو انا عينتها دلوقتي في الفريزر لحين الاستخدام في الوقت اللي هي مش موجوده فيه مفيش اي مشكله، بس ما يكونش عدى عليها 6 شهور. لو عدى عليها 6 شهور يفضل ان احنا نتخلص منها. يبقى اللي عايز يشيل رمضان يجي في اخر السيزون بقى. في اخر السيزون. ودايما هي المانجا الكيت والكنت اللي هي صنف متاخر ده للعصير بيبقى لحمي، الثمره كبيره ولحميه والبذره بتاعتها صغيره اقدر اشيل منها كميات كبيره عكس الزبديه والحاجات اللي في ناس بيخزنوها زي ما هي على وضعها كده بقشرها. مشكلتها بيحصل لها ظاهره كده اسمها ظاهره البراوننج او اللون البني الغير مرغوب فيه والطعم السمكي. فبالتالي هو الافضل ان انا بقطعها وبحطها في اكياس واحط عليها سكر اللي هو الماده الحافظه يعني، وطبعا ما احطش كميه كبيره من السكر لان خلاص هي بتبقى جاست ادد كولد ووتر، يا دوب انا اخدها احطها في البريندر مع شويه ميه وخلاص، لان هي فيها السكر وفيها الحاجه الطبيعيه بتاعتها. لو جينا في برضه نقطه مهمه، الجماعه اللي هم عايزين يخففوا الوزن شويه او مرضى السكر ما لازم نهتم بيهم برضه، حته ان انا استفيد بقى بالطعم بتاع الفاكهه دي او ابدل السكر بتاعي بحاجه امنه. في مثلا عندي نبات اسمه نبات الاستيفيا، وده يعتبر كبديل امن للسكر. في منه حاجتين او 3 حاجات، في ممكن استخدمه فريش زي ما بستخدم الليمون بالنعناع، ممكن استخدمه دراير هو مجفف اصلا زي النعناع الناشف كده، وفي مستخلصات منه طالعه على صوره زي السكر كده الابيض. وبالتالي انا اقدر استخدمه في الحالتين، اقدر استخدمه للجماعه اللي عايزين يخفوا الوزن شويه واشرب العصير الطبيعي زي ما انا عايز ما فيش اي مشكله خالص، واقدر استخدمه لمرضى السكر بطريقه امنه يقدر يشرب العصائر بتاعته ما فيهاش اي مشكله خالص. نشكرك دكتور محمد سامح ابو زيد الباحث بمعهد بحوث التكنولوجيا الاغذيه على وجودك معنا، بنشكرك. شكرا جزيلا. العفو يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مفيش شك ان التغيرات المناخيه او الاحتباس الحراري مش بس بيأثر على الكائنات الموجوده على سطح الارض، كمان تأثيره بيكون اكبر على الكائنات البحريه وعلى الثروه السمكيه، لان ارتفاع درجه الحراره ده طبعا بيقلل من نسبه الاكسجين الموجوده في الميه، بيزود درجه حمضيه المياه في البحار والمحيطات. عشان كده في انواع من الاسماك يمكن اختفت نتيجه ارتفاع درجات الحراره خلال الفتره اللي فاتت. مثلا حقيقه شذلي للاسف عالم البحار من الحاجات اللي اتاثرت بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه، ويمكن شفنا بعض الاسماك مش بس بتختفي لا كمان بتنفق من غير ما يكون في سبب، بنلاقيها بتطفو على سطح المياه سواء البحار او الانهار. عايزين نعرف ايه اسباب ده وايه اللي بيحصل وانواع الاسماك اللي يمكن اختفت في الفتره اللي فاتت. الثروة السمكية رايحة بينا بقى لفين في الفترة اللي جاية، ومحتاجين احنا كبني ادمين او كبشر نعمل ايه عشان نحافظ على ما تبقى من انواع سمكية مختلفة. معانا في الاستوديو منور الدكتور يوسف العبد استشاري وخبير الاستزراع السمكي، هيكلمنا عن هذا الموضوع بالتحديد. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير عليك. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا بحضرتك دكتور. يعني خلينا في الاول خالص نتكلم عن يمكن الانواع السمكية اللي اختفت نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. وطبعا التأثير التغير المناخي الفترة الماضية خاصة بعد الثورة الصناعية الكبرى في أوروبا وتغير درجات الحرارة في العالم كله المناخية وزيادها بمعدل يقترب من 1.1 درجة مئوية في العالم كله، طبعا التأثير ده بيكون تأثير مباشر على الأحياء المائية أو الكائنات المائية وخاصة درجة حرارة المياه.
ليه تأثير أيضا على الإنسان وليه تأثير أيضا على المحاصيل أو النباتية أو الاستزراع النباتي. كانت من ضمن القطاعات الأشد تأثيرا وخطورة تأثير عليها المباشر هو التأثير على الكائنات المائية أو الأحياء المائية التي توجد في البحار والمحيطات والأنهار، نظرا طبعا لتغير الحالة الكيميائية والفسيولوجية والطبيعية واختلاف درجة الحرارة واختلاف البي اتش زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي بالنسبة للحموضة والقلوية، لأن الأسماك بتعيش في في بيئة قلوية، البيئة الحامضية بتأثر عليها تأثير مباشر، وبالتالي أيضا هذه التأثير المباشر بيؤدي إلى ظهور حالات من النفوق شفناها في العالم كله، شفناها حتى في أوروبا منذ شهر تقريبا في دولة زي ألمانيا، شفناها في دولة زي الصين الأسبوع الماضي نفوق مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك، شفناها في أمريكا في ولاية تكساس الأمريكية، وشفناها نوعا ما في ظاهرة في البحر. وبعض السلوكيات اللي بقت دلوقتي غريبة بالنسبة للأسماك، يعني أسماك القرش اللي دايما بتبقى موجودة في الأعماق النهاردة احنا بنشوفها على الشواطئ موجودة. هذه الظاهرة من يعني اللي ظهرت النهاردة ظاهرة سمكة القرش دي من إحدى الظواهر الطبيعية اللي ظهرت في الفترة الماضية، وأيضا ظهرت هجرة بعض الأسماك من أماكنها الطبيعية المعروفة سواء في البيئات الباردة شديدة البرودة نظرا لانصهار الجليد وارتفاع درجة الحرارة، بدأت هذه الأسماك تهاجر من أماكنها وظروفها الطبيعية بتبحث عن أماكن أكثر ملائمة وأكثر تأقلم. أقول لحضرتك مثالين ممكن بسيط جدا إحنا يعني ممكن نتكلم عليهم. احنا عندنا سمكه مثلا زي سمكه الارنب او اللي مشهوره دي ما كانش في البيئه في البحر المتوسط ما كانش ده مكانها، كان مكانها في البحر المحيط ناحيه دوله زي اليابان وكانت مشهوره هناك. هجرتها الكبيره نظرا للتغير المناخي بدات تظهر في البحر الاحمر ومن ثم انتقلت الى البحر المتوسط وبقت موجوده، وللاسف هي هذه السمكه انا بحذر من تناولها وشكلها لان سمكه الارنب او سمكه النفيخه بتبقى سمكه صغيره حجم وبتنتفخ عند لما بنقرب منها، هذه سمكة شديدة السمية ممكن سمكة واحدة ممكن تقتل من حوالي من 7 إلى 10 أفراد شديدة السمية. إذا انتقال هذه السمكة من بيئة في أقصى الشمال إلى في الشرق الأوسط ده كان تغير مناخي. أيضا سمكة شمس المحيط التي تبلغ أحجامها كبيرة جدا كانت موجودة في أعماق المحيطات أسفل المحيط بدأنا النهاردة نشوفها في البحر المتوسط، وكانت أحد الأسماك منها كانت موجودة في شاطئ قرب اسكندرية وبلطيم وتم تشريح والاحتفاظ بها في إحدى المتاحف الأحياء المائية المصرية. إذن هجرة الأسماك نتيجة وكمان ظاهرة اللي حضرتك قلت عليها اللي هي سمكة القرش وجودها من قرب الشاطئ تبحث عن غذاء، لأن التغير المناخي بيأثر على الغذاء الكائني أو الأحياء الدقيقة داخل المحيار والمحيطات. هدي حضرتك برضو نموذج صغير، إحنا عندنا لما بيحدث فيه تغير أو ارتفاع درجة الحرارة الشعب المرجانيه بيبقى داخلها احياء دقيقه وكائنات دقيقه وطحالب بتعيش بتدي الشكل الملون الشكل الجميل سواء اللون الاخضر او الاحمر او الالوان الجميله البديعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطبيعتها. هذه الاحياء الدقيقه عند تغير سواء تغيير تلوث كيميائي او بيولوجي او ارتفاع في درجه الحراره بتختفي هذه الاحياء المائيه، وده بيكون غذاء لبعض الاسماك في القاع، وبالتالي الاسماك بتبحث عن هجره لاماكن أكثر وجود للأحياء أو التغذية الطبيعية بتاعتها. طيب دكتور، مع تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وزيادة حموضية المياه زي ما كنا بنتكلم، هل ده بيؤثر على هروب ونفوق بعض الأسماك ولا ممكن يؤدي إلى مرضها فتؤدي إلى ضرر للإنسان في حال تناولها؟ هو الضرر الأخير في تناولها ده أسماك نافقة وميتة، طبعا دي بتبقى ظاهرة طبعا مش مسموح بها موجودة في الأسوال لأن طبعا بيبقى فيها لا مش بتكلم عن النفوق، أنا بتكلم عن أسماك الصيادين بيصطادوها لكن اتأثرت بدرجة زيادة حموضية المياه فتأثرت فبقت مضرة مثلا. طبعا هي طبعا السمك النافق بيبقى حامل للبكتيريا بيبقى غير صالح للاستخدام، ممكن يعمل مشاكل معوية، ده لو هي أسماك نافقة وفيها تلوث موجود. ولكن احنا ممكن نقف عند نقطة الجزء الأول من السؤال، مدى تأثير الأسماك بالتلوث أو ارتفاع درجة الحرارة أو تغيير الحمضية؟ التأثير ده بيكون تأثير جزئي أو نسبي أو تأثير كلي. لو هو تأثير جزئي أو كلي بيأثر عليها في النمو وفي التكاثر الحياة البيولوجية بتاعتها وفي الهجرة أماكنها أو غير أماكنها، وبالتالي لو في تأثير أشد خطورة بقى لو هو تأثير أكثر خطورة وانخفضت درجة الحموضة زادت بصورة مباشرة بتأثر على نفوق الأسماك وبتؤدي إلى نفوقها وبالتالي بيبقى غير مسموح بتناولها للإنسان. لكن هي مش هتبقى ضارة في حال إن هي بس أثرت على نموها ولا ما فيش أي مشكلة خالص لأن وده موجود. ده كان السؤال. وده موجود. إحنا بقى بنعالج هذه الظاهرة بقى يعني جزئيا إزاي؟ النهاردة تغيير حموضة المياه إحنا المشكلة بس تغيير الحموضة بيبقى نسبي برضو، يعني هل مسطح المياه
عمق اكبر ولا اقل؟ يعني النهارده بخر المياه هل البحيرات المصريه او البحيرات اللي موجوده عمق المياه فيها 3 متر او 4 متر او 5 متر؟ ودي كانت نقطه تساؤل الفتره الماضيه لما حدث مشروع تطوير البحيرات المصريه وجهاز عن تطوير البحيرات، كان هناك تعميق لهذه البحيرات. في بعض الزملاء اعترضوا، احنا كنا بنناقش القصه بنقول لهم يا جماعه احنا محتاجين تعميق اكتر عشان سطح المياه يزيد وبالتالي الحياه البيولوجيه للاسماك تقدر تاخد حياتها الطبيعيه في هذا المرتفع سواء 3 متر او 2 متر، لان كلما قلت المنسوب المياه بيبقى اشد خطر، درجه الحراره بتزيد على الاسماك، البخر بيزيد، نسبه الملوحه بتزيد، نسبه الحموضه زي ما حضرتك بتقول بتزيد، نسبه الاكسجين بتقل وبيبقى خطر على الاسماك. التعميق البحيرات المصريه بيسمح بتدفق مياه اكبر من البغاز، الحياه البيولوجيه للاسماك بتبقى في طبيعتها، حدث لو حدث نسبه بخر 2% او 3% من سطح المياه لا يؤثر بصوره مباشره على الاسماك، وده السؤال اللي حضرتك بتقوله. يعني كان هناك رؤيه في القياده السياسيه في تطوير البحيرات المصريه، اذا التشريع تعديل تشريع لحد من التلوث، تعديل تشريع او 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 حمايه مجتمعيه لهذه البحيرات عشان ما تتاثرش بالتغيرات المناخيه. يعني بنتكلم كمان انه مش بس تغيرات مناخيه، لا كمان في اساليب للاسف يعني سلبية جدا من البعض في التعامل مع البيئة البحرية. يعني لما نتكلم دايما بلاش نرمي حاجات في المية، بلاش ان احنا السفن ترمي بعض الحيوانات النافقة لان ده بيجيب اسماك من تحت مكانها في الاعماق بتطلع فوق وهكذا. ايه الاجراءات اللي ممكن الدولة تتخذها ان واحد يعني تحارب، خليني اقول، هذه السلوكيات الخاطئة اللي بيرتكبها البعض؟ تاني حاجه لمواجهه اكيد التغير المناخي او تمام يعني اكيد دي مش طبعا دوله واحده ممكن تعمل ده. قمه المناخ الماضيه كان اتناقش فيها جزء من الموضوع ده، نوعا نظرا ان في تلوث بيئي وتلوث كيميائي. التلوث الكيميائي بقى موجود من ضمن المصانع الكيميائيه بتلقي ملوثاتها في سواء في البحيرات او الشواطئ المصريه. الحد التشريعي من القانون اللي صدر منذ تقريبا عامين تم اقراره، التعديل التشريعي اللي بقول لحضرتك عليه تم تغليظ العقوبه سواء بإلقاء مخلفات كيميائيه او مخلفات بيئيه او التلوث المياه، وهنا التجريم والتشريع تغليظ العقوبه ادى ان شاء الله في الفتره القريبه الى زياده او حد من نسبه التلوث، وبالتالي بيدي فرصه للاحياء المياه ان هي تبقى بتاخد طبيعتها او تغطي. المشكله هناك تجاوزات في المياه الاقليميه القريبه في بعض الشحنات اللي موجوده في سواء في الحيوانات المستورده من الوارده الى مصر او الى العابره في المنطقه المصريه، اللي هناك في للاسف تجاوزات بيتم فيها زي ما حضرتك بتقولي ان في حيوانات بتبقى موجوده، بالتالي هجره وتغير فيسيولوجي وتغير طبيعي للسمك اللي موجود في البحار خاصه البحر الاحمر. مشكلة البحر الأحمر احنا طبعا هي مشكلة يعني متكررة، ان هجرة الأسماك زي ما بقول لحضرتك بحثا عن الغذاء هو ده الشغل الشاغل في القصة كلها. الغذاء السمك بيبحث عن غذاء وأماكن أكثر تأقلم وهربا من سواء ارتفاع درجة الحرارة الكبير واللي أدى إلى اختفاء الغذاء الطبيعي للأسماك، بتبحث عن أماكن للتغذية. وجود أماكن إلقاء حيوانات نافقة باستمرار بيدي إتاحة، لأن على فكرة الأسماك ذكية جدا بتعرف إن هذا المكان بإحداثياته بشكله بمكانه إنه بيوجد فيه تغذية مستمرة أو إلقاء مستمر للحيوانات، بالتالي بتبقى فيه هجرة للأسماك في هذا المكان وبتسبب خطورة وخلل والتوازن البيئي في هذا المكان. طيب بالنسبة لاستزراع السمكي، احنا شغالين على مشروعات كتيرة لاستزراع السمكي في مصر خلال الفترة اللي فاتت، شايف زي ممكن نحمي هذه أو هذا الأمر استزراع السمكي من التغيرات المناخيه؟ هل مثلا ممكن نعمل خريطه مناخيه مثلا؟ تمام، كلام كويس جدا، وطبعا يعني بحيي حضرتك عليه. التغيرات المناخيه زي ما قلت لحضرتك تاثيرها المباشر اكثر رقم واحد احنا بنقول على الاحياء المائيه. مصر مصنفه عالميا الحمد لله في الاستزراع السمكي اول عربيا وافريقيا والسادس عالميا، احنا لنا ترتيب عالمي ولنا رياده منذ القدم، عندنا 11 نوع من الاسماك موجودين في البيئه المصريه على نقوش وجدران المعابد والمقابر المصريه، ابتداء من سمكة البلطي لأنواع زي سمكة البسارية و11 نوع متكررة، وسمكة البوري الخالدة والموجودة في بأشكالها اللي احنا عارفينها. ال11 نوع المتكررين منذ القدم موجودين في البيئة المصرية، بيتغذى عليهم المصري القديم حتى الآن، تحملت التغيرات المناخية
سمكة البلطي تغيرت جميع الظروف، تحملت جميع الـ يعني احنا بنسميها او بقول دايما ان الديناصور انقرض في مصر وسمكة البلطي لم تنقرض في البيئة المصرية، وده شيء ايجابي وشيء احنا يعني الحمد لله كويس في التغذية، لان الاسماك مصدر مهم جدا للتغذية في البروتين. تحمل الاسماك في البيئة المصرية وفي نهر النيل بالذات ومن سمى توسع المصري القديم في تربية الاسماك في حواض من نهر النيل، ومن سمى تطورت هذه الحواض الى مزارع سمكية نموذجية زي ما احنا شايفين النهاردة خاصة، ومن سمى تطورت اكثر تطور اصبحت مشروعات قومية على ساحل البحر المتوسط في شرق بورسعيد وفي الاسماعيلية. هذه المشروعات كانت الفكرة الاساسية بتاعتها انها تكون مشروعات تكاملية ونموذجية. طب حدث تغير مناخي وحدث تأثير مناخي وزيادة في درجة الحرارة، المطلوب هو ان احنا نكون مستعدين واكثر استعدادا. رقم واحد حوار مجتمعي شامل، خطة قومية كبيرة، استحداث انواع مش موجودة من البيئة المصرية احنا بنستوردها، ان في انواع اسماك احنا بنستورد بعض انواع الاسماك مش موجودة في البيئة المصرية. احنا ممكن مع التغير المناخي نستغل السواحل المصرية ونستغل البيئة المصرية في زراعة بعض الانواع الغالية الثمن اللي انا بستوردها من الخارج. هتقول لي حاجه زي ايه؟ اقول لحضرتك احنا عندنا اسماك زي سمكة السلمون بدات تنتشر في الشرق الاوسط، النهارده دبي بتعمل مزارع لاسماك السلمون، المملكه العربيه السعوديه محتاجين احنا كمان نعملها لان طبعا غاليه يعني جدا، غاليه جدا ومفيده جدا 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 جدا، ومحتاجين ان احنا بنستورد منها كميات. احنا لو عملنا مزرعه في اتنين بدات هتبدي شبه اكتفاء ذاتي، او تضع الزراع السمكي في مصر في مقدمه الاكتفاء الذاتي من جميع انواع الاسماك. عندنا 85 ل 90% اكتفاء ذاتي من الاسماك، ولكن بعض الانواع اللي احنا بنستوردها نحتاج الى تطوير وحوار مجتمعي والى خطه قوميه كبيره، لان زراعه السمك بس حضرتك بتتكلم على مثلا لو سمكه زي السالمون فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال احنا النهارده السمكه دي موجوده في يعني في دول زي النرويج والنرويج وشمال اوروبا والدنمارك، فانت بتتكلم في درجه حراره ساقعه جدا. هو يا فندم بيعملوا لها زي نظام الصوب درجه الحراره منخفضه، وبيبقى نظام مكثف بالمتر المكعب الواحد، سمكه تم حتى استحداثها او تهجينها وراثيا بتدي احجام ل 2 كيلو ونص و3 كيلو السمكه الواحده. فاذا المساحه الصغيره مع انخفاض درجه حراره في دبي النهارده في 40 45 وعملوا مزارع اكثر بروده تتحمل البيئه. اعتقد الموضوع كمان مرتبط بتحسين السلالات طبعا، ما ده الجزء برضه مهم، تحسين السلالات مهم. احنا عندنا في الشواطئ المصريه في بعض الاماكن في انخفاض شديد في درجه الحراره، مش عايزين حاجه بقى مثلا في سيناء في بعض الاماكن ممكن توصل ماينس 2 و3 و4 و5، في بعض الاماكن في البيئه المصريه في السواحل المصريه مع انخفاض درجه الحراره في الشتاء ممكن تبقى شبه بيئه مناسبه. كل الشكر لحضرتك. السلالات طبعا ده شيء مهم جدا زي ما بتقول عليه. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا فندم. دكتور يوسف العبد استشاري وخبير الاستزراع السمكي، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا يا فندم. دلوقتي خلونا نروح بقى للعالمين ونعرف من زميلنا محمد الخطيب ابرز فعاليات مهرجان العالمين النهارده ايه هي. صباح الخير عليك. صباح الخير بسند، صباح الخير محمد، صباح الخير على كل المشاهدين الكرام. احنا النهارده يوم جديد في خامس اسبوع مهرجان العالمين الجديده. يمكن كل الفعاليات سواء كانت الثقافيه او الرياضيه او الفنيه هي فعاليات مستمره الى الان. يمكن الاسبوع ده عندنا يعني العديد من الفعاليات الرياضيه بتتصدر المشهد مره ثانيه، عندنا لعبه الجودو، عندنا الفولي بول، ويمكن في اخر يعني الاسبوع عندنا حفلتين، حفله لحكيم وحفله للمطربه انغام، طبعا بالاضافه الى حفلتين كمان حفله للمطرب محمد محسن ومحمد انديل. دي يمكن يعني الحفلات او الفعاليات الثقافيه والرياضيه والحفلات الفنيه اللي موجوده في الاسبوع ده. لكن خلينا نتكلم على يعني الحدث الابرز والاهم واللي حصل امبارح، وهو المؤتمر الصحفي الخاص لمهرجان الدراما المصري. المهرجان ده كان موجود فيه امبارح الدكتور يحيى الفخراني ونقيب المهن التمثيليه اشرف زكي والفنان الهام شاهين للاعلان عن يعني التحضير الكبير لمهرجان الدراما المصريه، واللي سيقام ان شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري، وهيكون على احدى شواطئ مدينه العالمين الجديده، علشان يعني يعمل نقله كبيره لمهرجان العالمين، خاصة أنه يعني هيحضر فيه عدد كبير من نجوم الدراما المصرية،
واللي بيجي علشان يكرم العديد من الأعمال المصرية في دراما 2023 في شهر رمضان اللي فات، وتكريم أفضل الشخصيات البارزة والمؤثرة في الدراما المصرية. اتكلمنا امبارح مع العديد من الفنانين اللي كانوا موجودين في المهرجان، واللي أكدوا على جمال مدينة العالمين الجديدة والتطور اللي حصل والعديد من الفعاليات اللي خلت مدينة العالمين الجديدة واحدة من أفضل الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر، وتأثير كمان مهرجان الدراما المصرية بوجوده في مدينة العالمين على تنشيط السياحة اللي موجودة مش بس في مصر ولكن في مدينة العالمين الجديدة. أكدوا أيضا كمان أن المهرجان هيكون ليه أثر كبير وصدى إعلامي واسع في جميع الدول العربية، وأكدوا أنه المهرجان هيكون لي طبعا بالتأكيد انتعاشة سياحية كبيرة، لأن في فنانين مش بس في مصر هيكونوا موجودين، لا ده في فنانين من العرب والوطن العربي وفي فنانين أجانب هيكونوا موجودين عشان يحضروا المهرجان. يمكن ده الموجود معانا، يمكن الحدث الأبرز اللي حصل امبارح وهو مهرجان المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما المصرية. الحقيقة على مدار الأيام اللي فاتت مدينة العالمين الجديدة شهدت العديد من الفعاليات كان ليها أثر كبير على تنشيط السياحة. يمكن كان لينا لقاءات عديدة مع بعض أصحاب الفنادق، واللي أكدوا أن نسبة الإشغال داخل مدينة العالمين الجديدة في الأيام العادية وصلت إلى 80% وفي أيام العطلات يعني تجاوزت 100%، فده طبعا بالتأكيد ليه أثر كبير على تنشيط السياحة. والجزء الآخر وهو جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مدينة العالمين، لأنه لما يكون في يعني فعاليات ثقافية، فعاليات رياضية، فعاليات فنية، مدة مهرجان كبيرة تصل إلى 45 يوم، ده يعني أعطى يعني حالة مختلفة لمدينة العالمين، وبالتالي يعني جذب يعني أنظار الجميع وأنظار المستثمرين إنه يكون في استثمارات كبيرة في مدينة العالمين الجديدة. يمكن ده المشهد عندنا النهاردة في مدينة العالمين الجديدة، وأعود إليكم مرة تانية. نشكرك طبعا محمد، شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.